مساء الخير لكل مشاهدينا واهلا بيكم وحلقه جديده من الستات ما يعرفوش يكذبوا على الهواء مباشره. اولا هتلاحظوا ان احنا ناقصين واحده، اميره عندها قضيه مهمه جدا في اسكندريه وهي بتعتذر لكل مشاهدينها. ان شاء الله هتكون موجوده معانا ابتداء من يوم الاربعاء، لان المفروض انه بكره وبعده اجازه عشان خاطر الانتخابات. مساء الخير يا منى ونورتينا. مساء الخير يا مفيده، مساء الخير على مشاهدينا. طبعا النهارده يعني فاضل ايه؟ فاضل ساعات قليله جدا وتبتدي مرحله جديده في تاريخ مصر وهي الانتخابات. انا مش هنتكلم عن الانتخابات بصفه عامه، انا هنتكلم النهارده بالذات عن النساء في الانتخابات. حلقتنا النهارده رفع شعار صوتوا للنساء. مش احنا مش بناخد موقف او عايزين نفرض راينا، لكن لا، احنا اكتشفنا واحنا بنتابع في الاعداد الموجوده معانا لقينا ان احنا 11 مليون مراه ممكن تنزل تنتخب من 30 مليون مراه. اذا احنا عدد كبير لا يستهان به. احنا نقدر نغير ونحدد قراراتنا ونعمل حكومه، ممكن نساهم شويه في اعضائنا اللي موجوده في البرلمان، يمكن تفهم وجهه نظر المراه وتحقق رغبات. عايزه اقول لكم حاجه مهمه جدا، ان احنا من 25 يناير دور المراه بيتقلص بطريقه غريبه جدا، مع ان احنا عملنا ثوره عشان يبقى فيها حريه ويبقى لينا وجود. عايزه اقول لكم كمان ان بعد 25 يناير كوته المراه اتلغت وسابوا كوته الفلاحين والعمال. خسرنا في البرلمان 64 مقعد كده من اولها. طب وبعدين هنفضل مستحملين الكلام ده؟ هنفضل موافقين على الكلام ده؟ هل تتوقعوا او ترضوا ان يبقى برلماننا اللي هيبتدي التصويت ليه من بكره ما فيهوش المراه نص المجتمع علشان خاطر تحدد هي كمان مطالبها؟ هل تعتقدوا ان لو البرلمان ده، وعلى حسب ما هم بيقولوا يا منى، ان النسبه المرشحه حاليا 10% نساء، 2% متوقع منهم النجاح؟ يعني حاجه، مع ان طبعا حاجة وحشة قوي يعني. في الدول العالم العربي التانيين حاجه مختلفه، يعني عندنا تونس مثلا بيفرضوا في قوائم الاحزاب من النساء ان تكون الترتيب بالتناوب، رجل ست رجل ست، وان القائمه ما تجيش في ديل القائمه. عندك كمان في مصر قانون الاحزاب الزم بوضع امراه واحده في قوائمها على الاقل، فطبعا ما بتيجي في ديل القائمه كالعاده. عندك حاجه مذهله جدا، يعني عندك الكوتا النسائيه المعمول بيها في اكثر من 100 دوله عربيه. بتقول ان العراق بتشترط انه يكون ست لاربع رجال في القائمه الحزبيه، وكمان في فلسطين بيشترط وجود امراه على الاقل بين اول ثلاث رجال. يعني ادي العراق وادي فلسطين وتونس ومصر. مصر بلد الحضارات. انا مش هقول شعارات، لكن لكل امراه النهارده بتتفرج علينا لازم ندور على المرشحه المناسبه ونحاول ان احنا ندعمها. احنا مش قليلين، 11 مليون امراه ممكن يغيروا صوره كبيره جدا او صوره الانتخابات عموما. احنا كنساء مش هنسمح يا جماعه لاي حد يجرنا للعصور الوسطى ونتخلف لورا ونرتد لورا. ارجوكوا يا نساء، صرخه من النساء ما عرفوش يكذبوا، ما نتاخرش عن الانتخابات، ما نتنازلش عن حقنا في تصويت وضع صوتنا في الانتخابات كده. او التصويت النهارده لكل اصدقائنا، احنا بنحاول ان احنا تكونوا موجودين معنا وتشاركونا في السؤال بتاعكم على فيسبوك، وارجوكم اهتموا جدا بالسؤال ده. السؤال بيقول، وهتشوفوه دلوقتي، هل تعتقدوا ان يحصل المراه على نسبه كبيره في البرلمان، نسبه كبيره من المقاعد في البرلمان؟ نعم، لا، ربما. من فضلكم وانتم بتصوتوا للسؤال ده عايزاكم تصوتوا وانتوا بكره نازلين تنتخبوا، وانتوا بكره عارفين انتوا هتعملوا ايه. احنا هنا ما بنشحنش الراي العام لناحيه الستات، لكن انا شايفه ان احنا محتاجين ان احنا نقول احنا ممكن يبقى لينا دور، ممكن يا جماعه يبقى لينا دور ونشارك. مش مفروض السلبيه اللي احنا نبقى عايشين فيها او خايفين. مفيش حاجه هتحصل بكره ان شاء الله، وكلنا هننزل ننتخب، وكلنا ان شاء الله هنحاول بكره نطلع مصر من الازمه الموجوده. والمجلس العسكري بيؤكد ان في حمايه شديده جدا للانتخابات، ما تقلقوش. وفي سمعت ان 130 ألف جندي تقريبا او يحموا الانتخابات باذن الله، واللجان الشعبيه، ويعني نفسهم. مصر بخير ان شاء الله. والمصريين نفسهم حريصين على ان هم يكونوا موجودين في الانتخابات ونكون ملتزمين. ان شاء الله بكره هيعدي على اكمل وجه. عايز اقول لكم النهارده موضوعنا مرتبط بالدردشه اللي انا ومنى عملناها. النهارده احنا عندنا موضوع صوته للنساء، وهو مش بناخد ناحيه، لكن معانا في الموضوع ده دكتوره عزه كامل، وهي الكاتبة والناشطة، والدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية، علشان يكلمونا عن أهمية دور المرأة في الانتخابات، أهمية دور المرأة لما تكون في البرلمان ممكن يبقى مختلف إزاي.
وطبعا هيبقى في الفقره الطبيه هقدم نفسي ومن فضلك يا منى. هيبقى معانا الدكتور امجد العدوي استشاري طب وجراحه العيون وهو كان المفروض يكون معانا الاسبوع اللي فات ولكن الظروف حصلت على غير ارادتنا والظروف اللي حصلت في التحرير طبعا لغينا الحلقه. فهيشرفنا النهارده دكتور امجد العدوي. كل اللي عنده اسئله عن العيون طب العيون والعدسات اللاصقه وكل ما يهمنا ان شاء الله نسال عنه. حطوه على الفيسبوك وارقام تليفوناتنا 23 23 لاي مشاركه على الهواء في حلقتنا النهارده. طبعا فقره الستات ما عرفوش يطبخوا بناء على طلباتكم وبناء على ان احنا ما نقدرش ابدا على زعلكم رجعناها النهارده. حاضر ان شاء الله الستات ما عرفوش يطبخوا معاهم مدام ريهام من القاهره وهتعلمنا وهتعلمني ارز على الطريقه اليابانيه. اهم حاجه ما نقولش الستات ما بيعرفوش يصوتوا. لا بالظبط كده. خلينا نحط شعار. قول لنا شعار النهارده منى الحلقه. الستات بيعرفوا يصوتوا وصوتوا للنساء. طبعا احنا عندنا مش يصوتوا في البيت طول النهار والحاجات دي. ها يعني صريخ في البيت ومعذبوا الاولاد والصويت. لا مش عايزين ده, عايزين بقى تصويت في الانتخابات ان شاء الله. طبعا احنا عندنا فاصل ونرجع بعد كده مع ضيوفنا والدردشه اللي احنا عاملينها النهارده وموضوعنا النساء في الانتخابات. معنا الدكتور عزه كامل والدكتور سعيد صادق بعد الفاصل. بكره هتبتدي الانتخابات, في تخوف شديد جدا ان يبقى في عدم وجود تمثيل حقيقي للمراه, وده معناه ان البرلمان اللي هيكون موجود مش هيمثل نص المجتمع. نص المجتمع هيبقى مش موجود لان المراه مش هتكون ممثله بشكل حقيقي وقوي. اعتقد ان دي هتبقى مصيبه لينا كستات. فحلقتنا النهارده وموضوعنا النهارده هو تصويت المرأة, صوتوا للمرأة. ومعانا ضيوفنا اللي هيحاولوا يقولوا لنا ليه لازم نصوت للمرأة. معانا الدكتورة عزة كامل الكاتبة والناشطة, ومعانا الدكتور سعيد صادق أستاذ الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية. نورتونا في ستات ما عرفوش ايه. أهلا بيك دكتور سعيد أستاذ عزة. وأنا هضيف على مفيدة, هو مش مصيبة لينا كستات, مصيبة لينا كمجتمع. طبعا الست اللي بتحط مشاكل في البرلمان وبتناقشها عشان أولادها وعشان المجتمع ده شيء مهم للمجتمع كله. عايزه ابدا واقول فعلا زي ما بتقول مفيده, المخاوف ان تختفي المراه من البرلمان في الفتره القادمه. شوفي زي ما قلت بالظبط, المجتمع ما هوش ايد واحده انما ايدين, زي ما قلنا في شعارات الصوة مش عارف ايه, الشعب والجيش ايد واحده, فبرضك الرجل والمراه والمجتمع ايد واحده. مفيش مجتمع حصل فيه نمو وتنميه وتم فيه تجاهل المراه, ده مجتمع ناقص وتلاقيه متخلف وغير ما فيش فيه تنميه فيه ومأساة. وعندنا امثله ايجابيه حضرتك تحب تذكرها يعني في يعني هقول لك مثلا دول الشمال اوروبا, دول اسكندنافيا دايما بنضرب بيها الامثله. هتلاقي مثلا تمثيل المراه في السياسه, في البرلمانات, في رئاسه الجمهوريه, حتى في وزاره الدفاع, في بعض وزاره الدفاع الجوي في بريطانيا والدفاع الدفاع كله يعني الدفاع. اول وزير الدفاع سوري. في العالم كانت في فنلندا واحده اسمها اليزابيث رين 1990. عندك رؤساء جمهوريات ستات. المراه بتضيف لعمليه صنع القرار السياسي ابعاد الراجل ما يبقاش واعي ليها, يعني هي بتدي نظره اخرى, هي مش مثلا اضافه منظره, لا هي اضافه حقيقيه. يعني بتدي ابعاد الاجتماعيه ايه, نتيجه الحكايه دي ايه, الاسعار هتاثر على الاسره ازاي, واخد بالك كل شيء. ولذلك ما لقيناش مجتمع نامي جدا وناجح قوي الا والمراه بتشارك فيه. والمجتمعات اللي هي متخلفه هتلاقي المراه مستبعده تحت اي حجه, سواء حجج ثقافيه, دينيه, تفسيرات دينيه رجعيه, واخد بالك مش كل الدين, ما في تفسيرات بتعمل تقدم وفي تفسيرات تجيبك لورا. هديكي مثل, ابن رشد كان بيدعو لان الرجل والمراه متساويين, اللي هو المفهوم الصحيح, ادي اسلام. وفي اجا ابن تيميه يقول لك المراه تطلع من بيت ابوها لبيت جوزها للاب, ادي اسلام تاني. انت اني اسلام انت عايزه تطبقيه؟ دكتور عايزه, انا عايزه اسمع برضو راي حضرتك على سؤال منى. انا رايي ان رغم ما تم ذكره ان هتبقى النسبه قليله جدا اللي اولا اللي مترشحه على القوائم, ومعظم الستات في القوائم حتى محطوطه في درجه متاخره جدا, وفي نفس الوقت فرص الستات في المنافسه على مستوى الدواري الكبير ده برضو فيه مشكله. لكن حتى التوقعات بتقول 2%, هل تعتقد دي نسبه هو دا
ده فعلا. بس حتى ال 2% ده لازم نروح ونقاتل عشان ال 2% دول يبقوا موجودين. مهم جدا ان البرلمان يبقى موجود فيه نساء، مش بس عشان كونهم نساء، ان النساء ايضا تصنع القوانين وتشارك بفاعليه في كل الامور، وبالتالي احنا محتاجين ان النساء ايضا تحارب عشان تضع قوانين غير تمييزيه وتبنى على المساواه والعدل في قلب البرلمان. كمان تراقب الحكومه وتراقب الميزانيه. تمام، ده مهم جدا. انت حاسه ان فعلا بيبقى ليها دور، نظرا لان احنا يمكن ما كانش عندنا خلفيه عن البرلمان اللي قبل كده والبرلمانات بتتعمل، وكان يعني الناس ليها حق انها تشك لان كانت الست ما كانش ليها تواجد صريح. ده حقيقي. هل يعني اصبح العيب مش في الست يا مفيده زي ما بتقولي، هو العيب في المجتمع؟ ان البرلمان السنه دي او المره دي لو فعلا الستات كانوا موجودين ممكن طبعا يحصل التأثير. احنا تعالوا شوفوا كل الميادين، ميادين مصر كلها اللي صنع الثوره اكتر من 50% ستات، ومكتسبات الثوره، ومكتسبات الثوره طبعا كانت ضئيله جدا بالنسبه للستات المره دي، باستثنائها من لجنه التشكيل للدستور في الحكومه عندنا امراه واحده فقط، ده بقوا المحافظين اترفض انها تبقى محافظه، واتقال انه احنا بنشفق عليها وبنشفق على الشباب من مهام انها تبقى محافظة. فبالتالي احنا بنقول حتى لو 2% يا جماعة روحوا وصوتوا، وكمان مش بس كده، اوعوا الستات بالذات لان الكتلة التصويتية كبيرة جدا للنساء المصريات، اوعوا حد يستخدم صوتكم، اوعوا حد يشتريكم بالمال، روحوا وصوتوا للي فعلا هيصنع حاجة جميلة لهذا الوطن، واللي يستحق، واللي يستحق، واللي فعلا حاسس بهموم هذا الوطن وبيطالب بعدالة اجتماعية وعنده برنامج قوي ومش مجرد عنده فلوس او بيجر الناس بشكل عاطفي او كده. فاحنا كستات قدامنا مهمتين، نرشح الستات اللي نلاقيهم قادرات، وكمان ما نديش صوتنا لاي حد. لازم نبقى حريصين على ده. دكتور سعيد، لو انا قلت لحضرتك من فضلك بص للكاميرا وكلم الستات اللي بيتفرجوا علينا، اقنعهم ان هم هيبقوا ليهم دور مهم جدا لو نزلوا من بكره، تقدر تقول لهم ايه؟ ازاي تقنعهم ان هم فعلا ممكن يكونوا مؤثرين؟ شوفهم وديني امثله. هديك امثله كتير جدا. يعني مثلا لو نتكلم في موضوع الامن، العراق سنه 2005 احتلال امريكي، حروب طائفيه، القاعده، حاجات يعني رهيبه لا تتخيل ان ممكن الناس تنزل. نفاجئ بان المراه العراقيه تنزل، والشعب العراقي كله نزل بطريقه بحجم لم يحدث في تاريخ العراق. 75% كان الحضور للانتخابات، واخد بالك؟ لو ما كانتش نزلت المراه العراقيه كان هيحصل ايه؟ كان هتبقى كارثه. اولا هتبقى الاحزاب اللي هي متطرفه عايزه تدفن، زي ما حكيت لك ابن تيميه والافكار ديت، الاسلام اللي هو بتفسيراتهم اللي هم عايزينها، كانت هتبعد المراه عن كل نشاطاتها. وتواجد المراه كان هام جدا للفرمله واثبات وجود، احنا موجودين ما تهملناش. لو انت ما اشتركتيش في الموضوع دوت، النتيجه لو انت بتفتكري انك انت هتاخدي امان وهتاخدي حريه، مش هتاخدي، هتفقدي كل شيء. فالحياه عباره عن نضال. في الصوت دايما بيحصل تجاهل للمراه، رغم ان المراه يعني بتلعب دور هام جدا. انا فاكر في الحلقه اللي احنا حضرناها قبل كده، في واحده اتصلت وقالت انها نزلت التحرير وكانت حامل. ايوه، واخد طبعا بالك. واحنا شايفين كمان معانا ميدان التحرير تحريرات. المراه موجوده بشكل كبير جدا. الست الحامل اللي نزلت التحرير ديت، لو تفتكري، انا اعرف رجاله ما كانوش بيفضلوا ينزلوا التحرير عشان بدلتهم مستورده لا يحصل لها حاجه، او العربيه ممكن تتكسر. الست دي لا تملك في الشيء في الدنيا غير الجنين بتاعها، وغمرت ونزلت. والنهارده حتى اللي هو بنقول عليهم حزب الكنبه واللي بيتفرجوا هينزلوا في الانتخابات. فما نقدرش يعني نتجاهل المراه، او ان المراه تقول ايه طب لا ماليش دعوه وابقى انا من وراء الكواليس. في ستات كتير. انا عايزه اقول لكم حاجه بالنسبه للعراق مثلا، ايه اللي خلى العراق يبقى 1 لـ3 من بين كل 3 في واحده؟ إيه في الاول خالص، وانا كنت موجوده في هذه الفتره في العراق، الستات خرجوا كلهم وقالوا 50% 50%، وبدا يبقى في مساومه معاهم لغايه لما وصلوا 1 لـ3. وبالتالي لو احنا قعدنا في بيوتنا، لو احنا ما خرجناش، ولو احنا حتى ما انتخبناش 2% دول، مش هيبقى فيه، هيبقى فيه 0% بعد كده. كمان لازم نضغط على الاراده السياسيه، عشان بدل لما يبقى فيه واحده على القائمه الحزبيه فقط، في المستقبل يبقى لا في تناوب زي ما حصل لتونس، او اي شكل من اشكال الكوتا اللي احنا خسرناه.
وبالتالي لازم نضغط كنساء عشان ناخد حقوق. بصي الستات عاملين زي الفل اهو في التحضير، منورين شباب وكبار. بنات طبعا. انا عايز اسال حضرتك سؤال، انا قبل ما ناخد تليفوناتنا لا هاخد التليفونات وبعدين اسالك. هاخد التليفون. منى منى اهلا بيكي استاذه منى. منى السلام عليكم. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمه الله. ايوه سامعينك يا حبيبتي، اتفضلي. ازيك يا مدام مفيده؟ ازيك يا مدام منى؟ اهلا وسهلا، وحشتونا جدا اولا. الله يخليك. وانتوا كمان. بالنسبه للعمليه الانتخابيه انا عايزه اقول حاجه. طبعا بالنسبه للانتخابات هي متاحه، واطمئنوا جدا كل الناس هتنزل تصوت، حتى الطبقه البسيطه من الستات وحتى اللي ما نزلش ميدان التحرير. طبعا لا هينزلوا كل الستات، انا ده شيء احنا كلنا كمصريين او زي ما بيدعوا علينا حزب الكنبه، احنا مش حزب الكنبه ولا حاجه، احنا كلنا هنشارك سواء بسيطه او غير بسيطه. يا رب يا استاذه منى. بس في مشكله، المشكله دي ان الستات الطبقه البسيطه الغير متعلمه اولا ما عندهاش فكره تختار انهي حزب وانهي شخص، هي دي المشكله الاساسيه. يعني انا عندي الست اللي بتشتغل عندي بتقول لي انا اختار حزب ايه، فلازم اشرح لها لان هم مش متعلمين، والدعايه الانتخابيه للاحزاب ما كانتش كافيه ان الناس تعرف هم مين. بالنسبة لانتخاب المرأة بقى للمرأة، يعني انتخاب المرأة للمرأة للأسف الفئات أو الأفراد احنا مش يعني ما عندناش داتا كفاية للستات اللي نازلة في الانتخابات نصوت لها. هو فيما لا شك في اللي انت بتقوليه ده، هي غلطة، غلطة ان احنا ما عندناش داتا للمرأة المرشحة نفسها ولازم تتصلح. حتة اللي بتشتغل عند حضرتك، احنا محتاجين احنا كمتعلمين كستات عندهم القدرة وعارفين ممكن يساعدوا اي حد. يعني انت لو انت قابلتي اي امرأة ماشية وانت في السوبر ماركت وانت في الشارع جارتك، لازم نحاول ان احنا ننشر نوع من التعليم البسيط من غير ما نفرض رأينا ونقول لها لا انت ممكن تعملي كذا وفي كذا وكذا. مش عيب ان احنا الفترة حقيقي قليلة، لكن محتاجين ان احنا نساعد بعض. بشكر حضرتك يا مدام منى. وناخد استاذة حنان. الو، اهلا وسهلا. ازي حضرتك؟ ازيك يا استاذ حنان. انا بحيي البرنامج بتاعك ومنى كمان على كل ضيوفك بتاعنا احنا. وانا كان عندي سؤال وتعليق. اتفضلي اتفضلي. الاول تحبي تقولي التعليق وبعدين تقولي لنا سؤال. اوكي. انا امبارح كنت بتفرج على الحلقه ولفت نظري مدام تقريبا جورجيت اللي اتصلت من اسكندريه، بتقول يعني ان الست اللي بتجيلها قالت لها ان الاخوان مدام مارجريت اشتروا منها البطاقه عشان انها تنزل يعني تصوت لهم مقابل 50 جنيه او حاجه زي كده. فهي حتى ساعتها حد من استاذه اميره ردت وقالت قالت ان بلاش فقالت لها نخون بعض. قالت لها ايه ان ممكن واحده منقبه تدخل بدل يعني صاحبه البطاقه الحقيقيه. ده مستحيل يحصل. بيتاكدوا من الشخصيه اللي داخله طبعا اكيد. فانا بس يعني كنت عايزه اعلق على الموقف دوت. انا منتقبه. وهتنزلي بكره الانتخابات؟ وهنزل الانتخابات ومش هايد الاخوان المسلمين. دي حريتك. يعني بلاش. بصي النهارده احنا في صمت انتخابي زي ما الاستاذ هاني بيقول لي النهارده مش عايزين نقول انا عايز يعني اقول انا احزاب موجوده. انا نزلت الاستفتاء اللي فات وكتبت لا. وعايزه يعني اطمن كل الناس اللي نزل الانتخابات ان كل واحده منتقبه هم بياخدوها ورا الستاره وبيتاكدوا طبعاً. ان هي صاحبه البطاقه. أكيد. ده احنا متاكدين منه أكيد. حتى مليون المية متاكدين. وانا انا بتمنى من كل الشعب المصري، لان انا شاركت في الثورة دي لغاية اول امبارح كنت في التحرير ما شاء الله. بتمنى من كل الشعب المصري ان اي حد ايا كان انتمائه ديني او سياسي يطلب من حد يديله فلوس ان شاء الله 300 جنيه لغاية دلوقتي انا عرفت ان الامور وصلت لكده ان هو ما يديلوش صوته. لان انا حتى الست اللي بتجيلي من كتر ما انا بقعد اتكلم معاها في السياسه هي بقت تكلم جيرانها وتكلم قرايبها ان ده غلط. لا ما توافقوش. برافو عليكي يا حنان. هو ده اللي احنا طالبينه حاليا. لان هو بيديها الفلوس دلوقتي عشان بعد الاربع سنين لما يخلصوا الجايين يرجع يلاقيها محتاجه نفس الفلوس يقوم برضه يعرف يشتري صوتها. طب استاذه حنان انت عارفه انت عايزه ترشحي مين؟ بدون اسماء بس اي تيار يعني. انا عارفه عايزه ارشح مين. وليه؟ ممكن تقولي اي تيار من غير اسماء. انا عايزه ارشح التيار اللي المستقبل بعد كده هيبقى ليه هو،
لاني انا شخصيا زهقت من طيب كل. طيب اكيد اللي هنرشحه هيبقى المستقبل ليه، بس يعني مش عارفه اي تيار. تيار الناس اللي نزلت التحرير، دول هم اولى ناس احنا نروح ننتخبهم، وفي منهم ناس مثقفه ومتعلمه على درجه عاليه جدا. يعني انا حزينه من الناس اللي بتعمل مداخلات ويقولوا دول بلطجيه. لا، دول مش بلطجيه، دول 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 افضل ناس انت ممكن تقابليهم في حياتك. شكرا يا حنان. نعم، شكرا ليكي على تليفونك، وبنحييكي على مجهودك اللي بتعمليه. كل واحد مسؤول عن اسرته يا جماعه، يوعيها بالناس اللي حواليه. ادم مثقف وعنده معلومات يقدر يوصل معلومه كويسه. وقالت حاجه كمان كويسه قوي، ان هي في رايها انها مش هتختار على اساس ديني، ده اختيارها، مش عايزين ناثر على. شوفي، انا التوجيه اللي انا بقوله للمراه المصريه في اللحظات يعني التاريخيه ديت، ان في ثلاث معايير تختار بيها المرشحين. المعيار الأول، خلي بالك، وضع المرأة بيتأثر بثلاث عوامل. فالتلات عوامل دي تبحث فيها في أي مرشح، هل هو بيحاول يتصدى لهذه العوامل ولا لا. العامل الأول اللي بيأثر على وضع المرأة في مصر وفي أي دولة في العالم هي العادات والتقاليد. هل المرشح ده ضد العادات والتقاليد السيئة اللي بتحد من نفوذ المرأة وإنها تاخد التعليم أو إنها تعمل أو كلام من دوت ولا لا. المعيار الثاني هو الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمرأة. هل هذا المرشح بيوجه برامجه للتنمية لوضع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وبيغير لها أوضاعها ولا لا؟ هل هيدخل مجلس الشعب عشان يعمل قوانين ضد المرأة في الزواج والطلاق والحضانة و و و ولا لا؟ معيار الثالث، التفسيرات الدينيه اللي بتقدم، هل هي تفسيرات تقدميه بتقود المراه الى انها تبقى شريك في المجتمع ولا لا؟ هنا المعايير ديت هامه جدا، لازم نحطها في دماغنا في الشخص اللي بتختاريه، واخده بالك؟ لان الثلاث عوامل دول هيخلونا هل هذا الشخص ده هيقود مصر المجتمع للقرن ال21 وال22 ولا الى القرون الوسطى؟ دكتور، عايزه تقبلي مني شويه نقد، الومك شويه. اتفضلي. انا اسمحي لي، مش بلوم عزه كعزه دكتور عزه، لكن حضرتك ناشطه سياسيه، كان ممكن تعملوا لنا فيجرز، كان ممكن تقدموا لنا نساء نقدر ان احنا نتعرف عليهم ونتفاعل معاهم، فبالتالي الناس دول، الستات دول، لما يجوا يترشحوا للانتخابات نبقى احنا عارفينهم. ليه النخبه المثقفه من السيدات اللي عندنا، الناشطات السياسيين والناشطات اللي بينزلوا في التحرير، ما عملناش مجموعه من الستات نقدر نمشي وراهم ونبقى احنا حابين ان احنا ننتخب؟ اشكرك ان انت فعلا سالت السؤال دون. ليه بقى؟ ليه؟ احنا كنشيطات سياسيات احنا بذلنا مجهود كبير جدا مع الاحزاب بمختلف تلوينها، انها لازم تمثل النساء، لان لدينا نساء كفؤات جدا. ها؟ لكن للاسف الشديد معظم الاحزاب بما فيهم الاحزاب الليبراليه فضلت ان تضع في راس القائمه الرجال، وقدمنا أسماء كثيرة لهم ولكن لم يستجيبوا. ودي بالظبط، ودي معضلة رهيبة جدا جدا جدا. وبالعكس احنا قلنا ان احنا هنقدم دعم فني ليهم، هنساعد ازاي يخوضوا الحملة الانتخابية. وعملنا على فكرة، انا عايزة اقول لك، احنا خدنا تجربة مع بعض النساء اللي هي عايزة تترشح بالتلوين المختلف، ستات محجبة، غير محجبة، منقبة، ها؟ وفي الاخر فوجئنا من 60 ست اتاخد 2 من السيدات فقط لا غير. وده احنا كنا بندفع ان الستات تنزل، وبذلنا مجهود، ودي كانت حاجه مخيبه للامان. ونحن نتساءل اين النساء من برامج الاحزاب ومن قائمه الاحزاب الانتخابيه على كل تلاوينهم؟ طب هل انسي، يعني احنا انتخابات بكره بنحاول نقول لكل الستات انتوا لازم تنزلوا تنتخبوا، تمام، ابتداء من بعد ما الانتخابات دي تحصل، ليه ما نعملش احنا جمعيه لينا ونقول الجمعيات دي هم شغالين بالفعل؟ لا، جمعيه نسميها نقول مثلا امراه الغد، امراه الانتخابات القادمه. طيب انا يعني شكرا برضو، بس انا عايزه اقول لك احنا عاملين حاجه اسمها برلمان النساء،
هذا البرلمان مش بس فيه ستات، طبعا الكور الاساسي بتاعه ستات، انما فيه رجاله المفكرين والاعلاميين والاعلاميات. لا ده احنا ليهم ستات بس عشان يساعدوا كمان النساء، ها، لان احنا كمان هذا البرلمان النسائي منوط بيه ان هو يخرج نساء كفؤات للدوره البرلمانيه القادمه وليست الحاضره. أيوة الان، وازاي حتى المراه لما تدخل البرلمان ازاي تعرف تناقش قانون، ازاي اصلا تقدم قانون، ازاي في لجنه استماع تعمل ايه، ازاي تناقش الميزانيه، يعني احنا بنمحي اللي فات، ما احنا عندنا عايزه اقول معلش عارفه هيبقى في اهتمام وتركيز، لان احنا لقينا الخطر الشديد من ان نسبه النساء المره دي في البرلمان بعد التليفونات هنعرف هم ليه تراجعوا. واعتبروا برنامجنا معاكم في كل الوقت، خلاص يلا وندعوكم هم النساء موجودات بالفعل، بس عايزين نعرف ان شاء الله تراجعوا ليه، تراجعوا ليه وليه ما فيش ثقه بين الست والست. مروه اهلا بيك يا مروه، استاذه مروه ودكتوره مروه اهلا وسهلا. طيب استاذه نسرين اهلا وسهلا، انا اسفه ان انا اتاخرت بس كان لازم اسال السؤال ده. استاذه نسرين اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بيكي، قولي يا حبيبتي سامعينك. انتي مروه ولا نسرين؟ لا انا نسرين حسن شحاته. اهلا وسهلا يا نسرين حسن شحاته. اهلا وسهلا بيكم. انا كنت من امبارح كلمتكم النهارده عشان في امبارح واحده صاحبتي بعتت لي ايميل ان هي دخلت رقم بطاقه بتاعت حد متوفي ولقيت لي لجنه ورقم كشف وكل حاجه كانه زينا زيه عادي. فطبعا انا ما صدقتش عشان مش قبل ما انشر اي حاجه عشان خاطر طبعا الفتن والناس بتصدق اي حاجه. فدخلت فعلا رقم حد عندي متوفي ولقيت فعلا ان هو ليه رقم ولجنه وكل حاجه ومدرسه وكل حاجه. نشكرك طبعا يا نسرين، يعني لمن يهمه الامر ياخد باله. مشكله تنقيه الكشوف الانتخابيه فيها معضله كبيره، يعني مش سهله تنقيه الكشوف الانتخابيه. طبعا عموما احنا بنوجه دلوقتي نداء مثلا لمن يهمه الامر او يقدر يغير او يلحق حاجه يعملها. بنشكرك نسرين. ومعانا معلش التليفون استاذ فوزي، وهو عشان بس ما حدش يقول ان احنا ستات واخدين الموضوع لينا. اهلا وسهلا استاذ فوزي من جنوب سيناء، نورتنا. الله يخليك يا فندم. ايه الاخبار؟ الحمد لله يا فندم. اتفضل حضرتك سامعينك، اتفضل. على الهوا؟ استاذ فوزي قول لنا وضع المرأة عندك ايه في جنوب سيناء؟ وضع المرأة في مصر بالكامل. في تخلف كامل. لسياسة التعليم الموجودة عندنا. المفروض ان الولد والبنت لما يخشوا في الحضانة من سن 2-3 نعلمهم ايه هي الديمقراطية. لما نعلم ولادنا 1+1=3 اول ما اقول له 1+1 هيقول لي لا، هيقول لي لا يا بابا. احنا محتاجين من ولادنا وهم صغيرين ان كانوا ولاد او بنات يتعلموا الثقافه السياسيه ويتعلموا الديمقراطيه. بشكر حضرتك استاذ فوزي، شكرا يا فندم، على العموم بالتوفيق. وبشكر حضرتك استاذ فوزي، وزي ما بقول لحضراتكم زي ما انتم شايفين دلوقتي موجود معانا التحرير والنساء موجودين والبنات موجودين بشده وبحييهم طبعا. معانا تليفونات كثيره. اهلا وسهلا يا اجلال، انا اسفه يا فندم بس معانا تليفونات كثيره. اجلال اتفضلي. الو اهلا وسهلا، ازيك يا مفيده؟ ازاي حضرتك؟ اهلا وسهلا. صحتك عامله ايه؟ انا معجبه بالبرنامج بتاعكم قوي. احنا وفين اميره؟ اميره عندها قضيه مهمه جدا في اسكندريه، بتعتذر لحضراتكم ان شاء الله. الله يخليك. بقول لك ايه يا مفيده؟ نعم. دلوقتي انا ست كبيره. اه يا حبيبتي الله يبارك فيك. 66 سنه ما شاء الله، ربنا يديك الصحه. دلوقتي عايزه انتخب، انا مش عارفه. طيب انا اسمحي لي انا بمعلوماتي البسيطه نعرف. اقول لك تعملي ايه لو عايزه تنزلي تنتخبي، اتصلي ايوه انا عرفت اللجنه بتاعتي وعرفت كل حاجه. طيب الحاجات دي طولي بالك يا مفيده. حاضر اتفضلي. انا عرفت اللجنه بتاعتي وكل حاجه. ولكن انا مش عارفه حاجه عن الناس اللي انا اروح انتخبهم. احنا هنقول لحضرتك حالا مدام اجلال، مش عارفه الناس اللي استاذه عزه برضو هتوضح يعني بشكل بسيط كده. حضرتك مدام اجلال من القاهره، حضرتك في اي منطقه؟ في عين شمس. عين شمس. هي عارفه هتصوت فين بس مش عارفه تعمل ايه. هي مش عارفه تختار مين. يعني. تختار هي مين. دي المشكله. هو حضرتك عارفه ان انت لما اروح انتخب فيه انت هتروحي تنتخبي هيدوكي ورقتين، انت عارفه حضرتك كده، ورقه للفردي وورقه للقائمه.
ايوه. فالفردي هتختاري شخصين. ايوه ما انا عارفه من الدايره بتاعتك. مع هقول لحضرتك حاجه. مش عارفه الكلام. انا ما اعرفش مين الكويس ومين الوحش. طب هقول لك حاجه. طبعا احنا ما نقدرش نقول لك على اسماء لان ده مش من حقنا. لكن اللي انا بدعوكي ان انت تشوفي سكان العماره كلهم وتبداي تاخدي ارائهم المختلفه، عشان برده ما حدش يقول لك انتخبي فلان وتروحي تنتخبيه. اسالي. أيوة. فلان ده مع مين؟ طب وهل الناس اللي هي معديين ال 60 سنه دول لازم يروحوا ينتخبوا؟ يا ده اي صوت مهم. لازم، مهم جدا. صوتك صوت حضرتك ممكن ينزل حكومه ويطلع حكومه. مظبوط. انت اهم حاجه، انت اهم واحده في الانتخابات دي والله يا استاذه اجلال. وسلميني على منى وعلى مفيدة. اسالي جيرانك. معلش هنعدي الانتخابات كده المره دي، اسالي الجيران شوفي هم متفقين مع مين ومتفقين كلكم مع بعض. اسالي شباب العيله كمان يمكن يفيدوا. اكيد عارفين. مشكور. دكتور سعيد، عايزة أسأل حضرتك، كنا واقفين عند نقطة لماذا لا تصوت النساء للنساء؟ هل هي عدم ثقة ولا عادات وتقاليد ولا يعني؟ شوفي الموضوع مش نساء ورجال، وممكن يكون عندي نساء أفكارهم ضد المرأة وضد حقوق المرأة. الأصل حضرتك تقصد. فمش مسألة إيه جنس معين يبقى هو ده مع المرأة والجنس التاني ده ضد المرأة. الحركات النسائية في العالم كله ابتداها رجالة مستنيرين، يعني قاسم امين. صحيح. مثلا في مصر الامام محمد عبده. كل دول يعني. خلي بالك الحركات النسائيه كانت على فكره. قاسم امين ده اتشجع من احدى الاميرات في وقتها، وبعد كده كتب الكتاب بتاعته، فمش صحيح ان هو اول واحد. الطهطاوي يعني نتيجه لاحتكاكه في فرنسا انت اللي جبته لنفسك. بدا يتكلم على الافكار المسوده. كويس. بالعكس احنا نحب ان الرجاله تبادر. يا ريت يا ريت كل الرجاله تبادر وتساند النساء. يعني ينفع الطهطاوي ولا في حد قبل كده؟ محتاجه رجال يدافعوا عنها مش بس الستات. ما احنا ده الاحسان. ما احنا ما اختلفناش. شفت المرأة بقى؟ شفت المرأة. احنا معاها واحنا ضدها. لكن النساء العاملات في كل العالم هم اللي قدنا الثورة النسائية، واستطعنا أن يرفعنا صوت النساء عاليا في كويس. كل أنحاء الدنيا. وبرضك بدعم من الرجال. ما هماش الرجال المستنيرين بيدعموا المرأة. بس هما اللي خدوا ونزلوا واتظاهروا واتضربوا، ما كانش في رجالة بتدعمهم في الأول. بس أئمة إسلام يعني عايز يقول أئمة إسلام. ده مهم. أنا عايز أفهم الحركة النسائية العربية لما نشأت كانت جزء من محاولة إحياء او النهضه العربيه الشامله، لانهم والوطنيه. قاسم امين والناس دي لما سافرت بره شافوا ان المجتمعات دي نهضه في فرنسا واوروبا، لان الرجل والمراه بيشاركوا بعض. لما رجعوا بلدهم لقوا ان المراه معزوله وممنوعه، فحسوا ان نهضه الشرق هتيجي من التعاون بين المراه والرجل. عايزين يطلع من البنات اللي احنا شايفينهم دول في التحرير. ده الحق يعني. شوفي قلنا الحق هو اصل يا بنات يعني. الكل اللي بيتفرجوا يعني علينا وأصل الاسلام ليس ضد الحركه النسائيه. وكانت بتقف تشعر مع الحريه والمساواه وقضيه وفي كل المجالات واديبات في التراث العربي بتاعنا كثيرات، نقدر ان احنا نجيبهم كنماذج. طيب. يعني تاريخنا مليان. مزبوط. مش بدانا بس من قاسم امين، ده من قبل قاسم من اول فندم والله. مصدقينك والله. النبي نفسه بيقيد الحوار. اسمحوا لنا ناخد تليفونات ولا تضربوا؟ لا لا بالعكس احنا عايزين نسمع كمان جمهور. استاذه فاتن اهلا وسهلا بحضرتك. ايوه مساء الخير عليكم. مساء الفل. ايوه اهلا وسهلا. مساء النور. اعزائي كل ام فقدت شهيد وشفاء عاجل لكل مصاب يا رب. امين يا رب. امين. كنت عايزه اقول لحضرتك والاستاذه ان في ناس كتير مش عارفين معنى ليبرالي وديمقراطي وعلماني ويساري واشتراكي وكده. وبالنسبه للتحالف بتاع الكتل برضه ناس كتير مش عارفين التحالفات دي. تمام؟ تمام. عايزين فكره مبسطه بحيث ان اي حد يروح يبقى عارف هو هينتخب مين. وبرده بالنسبه للفردي انا كواحده مش عارفه في الدايره، انا في القاهره من اولى من دمياط، فمش عارفه على اي اساس انتخب الفردي. انا عارفه طبعا التحالفات لاني عارفاهم كويس، انما ما عنديش فكره عن الفردي، فعلى اي اساس برده انتخبهم؟ استاذه فاتن هو استوديو سي بي سي من 8 الصبح بيبقى فيه يعني عنده حمله مصر تنتخب ل 8 بالليل او من 8 بالليل
من 7 بالليل بيبتدي، وتقدري تعرفي كل المعلومات الحقيقه. وفي على الانترنت، احنا امبارح حطينا موقع على الانترنت للانتخابات، تقدري تعرفي احنا معلومات. احنا كل يوميا عندنا على الهواء مباشره استوديو مصر تنتخب، لكن ده ما يمنعش برضو يحصل تشاور ان حضرتك تسالي الجيران وتسالي اخوات حضرتك وتسالي الناس اللي في المنطقه، وخدي اراء متعدده. لكن اهم حاجه يبقى الشخص نزيه، يبقى الشخص كفء، يبقى الشخص ما بيستخدمش الاموال عشان يشتري الاصوات. هي دي الفارق اللي هيخليكي تدي الصوت للشخص ده او للشخصه دي. طيب احنا عندنا تليفونين تانيين، بس اسمحوا لي عشان نساعد برضو الجمهور بيتفرج علينا. هي قالت هي عايز تعرف يعني ايه يساري الليبرالي. ممكن سريعا نتناوب بينكم كده سريعا يعني اصل دي على فكره مفاهيم. يعني ايه الليبرالي؟ يعني الليبرالي اساسا الليبراليه هي مؤمنه بحق كل شخص في ان هو يبقى عنده رايه وانه يمارس حريته في الكلام وفي التعبير، والا يجور على حريه الاخر. طيب تمام. يعني ايه يساري؟ يساري جايه من فكر يعني الناس بتاخد مواقف تقدمية، تغيير شامل، ما بيبقوش يعني عايزين يعملوا مواقف وسطية، دايما مواقف قوية. اليسار ده بيضم طيارات عديدة جدا، اغلبها الطيارات برضك فيها ممكن تضع فيها الطيارات الليبراليه، الطيارات اللي هي علمانيه. العلمانيه نقدر نقول احنا ممكن نبقى ليبراليه متحفظه. لا يعني لو عندي حريتي ولكن انا حر جداً. ما لم اضر يعني حافظ على الاخر. خلي ده بالك مفهوم جميل. الاسلام اساسا يعني قمه الليبراليه، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. احنا لو قريت انا قريت فيه كتير، من دخل بيت ابي سفيان فهو امن. ده الاسلام الليبرالي اللي بيفصل بين كل شيء. طبعا بتتقدم مفاهيم خطا في المجتمع المصري بعض القوه لانها عايزه توجه اتجاهات معينه، انما هو ده اساس الفكر. وبيؤمن بالدوله المدنيه بس مش ده اللي بيمارس حاليا. لا بيمارس حاليا، انما في تشويه، لان خلي بالك في صراعات بين القوه ديت كتيره. وبعدين انا بتمنى ان الناس ما تقعدش تقول يساري ولا اسلامي ولا كذا. اسالي على الشخص نفسه مهما كان في اي انهي تيار، هل هو الشخص ده نزيه ولا لا؟ تمام. يعني هي النزاهه والكفاءه عمل ايه للبلد والسياسات، والسياسات بتاعته سياسات. ايه هو ده اللي يخليكي تنتخبيه. في سؤال تاني في مدام فاتن سالت، انا عايزه اعرف يعني ايه الكتل. في كتل جواها احزاب، عايزين نفهم الناس برضو لما يروحوا ينتخبوا في الورقه الثانيه هم بيختاروا. على فكره ما فيش بتبقى في الورقه بتاعه القائمه صور لحد. تمام. وبيبقى اسم التكتل او اسم القائمه، القائمه اللي موجوده. زي التكتل هو مجموعه لا اما من الاحزاب لا اما من الائتلافات او مجموعه من الاشخاص يعني جواها. لكن لما بتروحي تنتخبي ما بيبقاش في الصور بتاعتهم. يعني هي لو اختار التكتل معين هينزل ويندرج تحتيه احزاب كتيره من غير مش مثلا رايحه مذاكره ائتلاف سين، ائتلاف عين، ائتلاف كذا، بيبقى مكتوب الاسم الائتلاف بس تحت الخانه. انت بتعلمي على الائتلاف او التكتل اللي انت عايزاه، بقى تختاري واحد بس والا الصوت يبقى باطل في القايمه في القوائم. دكتور عزه، الائتلاف ده بيبقى جنبه او تحتيه اكتر من حزب موجود، فهي لما هتختار الائتلاف ده يبقى دخلت ما بيبانش خالص في الورقه. بس انا بفهمهم ان ما معنى ان هم يختاروا تكتل. تمام. التكتل ده بيبقى تحتيه اكتر من حزب. هم لما بيختاروا التكتل ده هقول لكم بقى ايه اللي بيحصل. يعني لما بيشوفوا الاصوات، يعني القائمه اللي بتاخد اكبر اصوات مثلا بياخدوا منها على سبيل المثال الثلاثه الاولانيين مثلا 75%، يجوا ياخدوا القائمه الثانيه ال 25% ليها. يعني تبقى لها نسبه بحيث ان يتراعى، لان ايه اللي يخلي مثلا مجموعه احزاب تبقى مع بعض؟ بيبقى في احتماليه ان حزبين ممكن يبقى لهم مرشحين جوه مجلس الشعب من خلال هذه الكتله التصويتية، أو بيحطوها بشكل متناوب انه من كل حزب مثلا يبقى الحزب الفلاني هم بقى بينهم وبين بعض بينسقوا الترتيب في اللستة. بس المهم انا كناخبة خدت الورقة التانية، الدور بتاعي ان انا اختار يا اما كتلة او حزب منفرد. الكتلة تحتها اكتر من حاجة انا مش بشوفها، بس بختار الكتلة الفلانية. بالظبط، بعلم في الخانة وحاجة واحدة بس اللي اختارها، ما ينفعش اختار قائمتين. طيب خلينا نسمع بقية الاسئلة. معانا مروة واحسان. الو، اهلا يا مروة. اهلا مفيدة، اهلا يا منى، السلام عليكم جميعا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انتوا وفيتوا والاعلام يعني غطى كل التيارات والاتجاهات وتمام. انا بما اني واحدة ست وبنتي
يعني دموازيل كبيره والواحد همه الاحتجاجات وكده. فانا هقول شويه يعني نصايح سريعه. يوم الانتخاب هاخد بطاقتي حتى لو كانت منتهيه، هنقف في الطوابير ما نتكلمش مع حد خالص عشان ما يبقاش في جدل ولا احتكاك ولا مشاكل. صح. قبل ما ادخل المكان هبقى عارفه لجنتي اذا كانت فرعيه ورقمي في الكشف تمام. دخلت هاخد ورقتين، ورقه منها هتبقي شايفه من ورا منها الختم يبقى دي تمام، ورا الستاره اكتب اللي انا عايزاه عشان لا الموظفين ولا المندوبين يعرفوا انت مع انهي طيار. احط الورقه بتاعت الفرد في صندوق الفردي والورقه بتاعت القايمه في صندوق القايمه. الحذر يبقى العكس، اللي كده هيبقى صوتي باطل، الفردي في الصندوق الفردي والقايمه في صندوق القايمه. خلصت همضي في الكشف واخرج وما اتكلمش، لما حد يسالني كتبت لمين اقول كل خير ان شاء الله، لا اعمل تاني مشاكل ولا احتك مع حد. صباعي في الصوره هبقى متاكده ان انا عملت العلامه بتاعتي، ولما تروحي بيتك او شغلك تدعي ربنا ربنا يولينا من يصلح حال بلدنا. جميل، يا ريت نمشي على الستوري بورد اللي عاملاها دي، عامله حاجه بسيطه للناس. حضرتك قلتي بنخش ورا الستاره، ما حدش يخش معايا ورا الستاره. بالظبط كده، برافو عليكي. حتى ولو كانت حره في صوتك تديه، ده امانه، صوتك ده شرف المراه. اسمحوا لي اسالكم سؤال، لو حصل ان المراه ما بتعرفش تقرا وبتكتب، حتى لو هو دخلت لا تستطيع القراءه او الكتابه، تقدر تعرف بالرموز وبرضه تخش؟ هم عاملينها ليه رموز يا مفيده؟ بالزبط. علشان تروح بس نسبه الجهله كتير. ما انا فاهمه، بس ساعات حد يجي يقول لا ايه، ما انا اخش معاكي هساعدك. ممنوع، ما حدش ينفعش. ممنوع، بس اهم حاجه كمان انها تمضي في الكشف انها عشان تثبت انها انتخبت. يا رب اشكر حضرتك يا سيدي. والختم الفوسفوري لازم تحط ايديها في الختم الفوسفوري. طيب ناخد بحيي احسان. اهلا وسهلا. أيوة، نور سعيد. مساء الخير. نور، ازيك يا مفيده؟ ازيك يا منى؟ اهلا وسهلا. اميره، احنا مفتقدين اميره النهارده. طبعا واحنا مفتقدين. بالنسبه للانتخابات النهارده، دور كل واحده انها تنزل علشان تنتخب، تحط صوتها. الصوت النهارده مهم مش زي زمان، وبعدين مفيش اسهل من الرقم القومي. الاول كنا لازم البطاقه الانتخابيه ومش عارفه ايه. فدلوقتي احنا دورنا، احنا دلوقتي الحزب او الاغلبيه الصامته او الحزب الكنبه، النهارده بقى نشيل الكنبه، ده دوره بقى نتكلم. ودورنا دلوقتي ان احنا نتكلم من خلال صندوق الانتخاب، وربنا ان شاء الله يولي من يصلح باذن الله. امين امين امين. ويكون المستقبل ان شاء الله احسن بكثير، وربنا يصلح حال البلد كله. امين يا رب. مشكور حضرتك يا استاذه احسان. يا ريت ننبه على ان الانتخابات على يومين، ما بقتش يوم واحد، الاثنين والثلاث. طبعا. وفي ناس بتسال، طيب لو انا واقفه في الموطن الانتخابي وعدت الساعه 7 ما انتخبش؟ لا، هم هيخلوها للساعه، طالما احنا جوه اللجنه في المحيط بتاع اللجنه. قالوا انه ممكن لغايه الساعه 12 نحتفظ بالناس، بس ما نزودش عليهم. لكن ما حدش يجي الساعه 11 بالليل من بره ويقول ممكن مش هيدخلوه. طب في عندي اكتر من سؤال، ممكن تساعدونا في ان احنا نجاوب المشاهدين عليه؟ تفضل. يعني في صديقه لينا على الفيسبوك بتقول، ينفع ارشح في الفرد اتنين فئات ولازم ولا لازم واحد فئات واحد عمال او فلاح؟ لا، هم قالوا دلوقتي ممكن نرشح اتنين فئات عادي جدا، مش بالضروره واحد فئات وواحد عمال او فلاح. تقدري يعني اختار اي اتنين؟ اي اتنين. وهم هيصنفوهم لوحدهم؟ وهم لا، بعد كده بيبقى لهم حسبه في الترتيب الاصوات وكذا، وده اتقال في كذا حاجه على فكره. طيب. لان الاول كان في لخبطه شديده، الناس تعمل ايه؟ لان في ناس ما بتبقاش عارفه عمال هتختارها على اساس ايه. في صديقه تانية بتقول لنا، يا جماعه انا بطاقتي تاريخها انتهى، ينفع انتخب؟ شوفي، هو البتاع ده فيه جدل، انا مش متاكده منه بالظبط. هي تاخد البطاقه ولو تقدر تاخد الباسبور، بس انا مش عارفه، ما اقدرش، انا ما عنديش التاكيد على هذه المعلومه، لان يعني ازاي ناس لغايه دلوقتي قاعده ما جددتش حتى البطاقه. طب دكتور حضرتك عندك خلفيه عن اللجنه بتاعه الانتخابات اللي رئيسها القاضي معز؟ افتكر برضك قالوا انه ما عندهمش مانع بالمشكله دي، لو تجيب معاها بس البطاقه بالظبط بالك والاثبات، فما افتكرش يعني انها يعني تزوير ولا حاجه انك انت اتاخرت انك تجددي، يعني نفس العنوان نفس المكان اللي كان. مفيش مشكله، وبعدين هي ان ما هطلعه يعني الاسم بتاعها، اللجنه الفرعيه ورقمها موجود، فما فيش مشكله يعني. طيب ناخد تليفون كمان. حياء، اهلا وسهلا من القاهره. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا حياء. والله بس انا يعني نفسي اقول كلمه، احنا انا ست بيت. تمام، احسن ناس. يعني اللي بيحصل ده يرضي مين؟ ايه هو اللي بيحصل بكره الانتخابات؟ اللي في ميدان التحرير، واللي هنا واللي هنا واللي هنا ده كله.
حضرتك ان شاء الله تدي صوتك في الانتخابات. خلينا نطلع هدي صوتي طبعا. خلينا نطلع مصر من ازمتها. احنا بكره عندنا دور مهم جدا كلنا. نعم. لازم نبقى لو احنا فعلا بنحب مصر لازم من ابتداء من بكره ننزل ننتخب. خلونا نركن كل مشاكلنا. احنا كلنا هننتخب بس الواحد يعني احنا عايزين البلد تمشي بينا شويه ان شاء الله. ما ينفعش ده مخاض. لازم القنوات اللي كل الكلام اللي بيتقال ده يهدي من الناس مش يخليهم يبقوا واقفين كله عايز يموت في بعضه وكله عايز ياكل في ده وده عايز يضرب في ده وده ويمسك. ما ينفعش حضرتك تقصدي ان احنا اولى بضبط النفس دلوقتي يعني نظبط نفسنا لان زي ما الدكتور بيقول ده مخاض بقى هيبقى فيه دوله جديده وبيبي جديد مولود لازم ياخد وقت. بنتمنى ان يبقى فيه دوله حره دوله جميله مصر اللي ربنا ذكرها في القرآن اللي ربنا هو سبحانه وتعالى اللي حافظها مش الثوار ولا اللي غيرهم. ربنا اللي ذكرها في القرآن وحافظها هو ربنا حافظها ليوم الدين. فلازم الناس تقول كلمة حق عشان ربنا يوم القيامة لما يقفوا قدامهم ربنا ويسألهم يقولوا احنا قلنا كلمة حق وهو شاهد عليهم. ما ينفعش صحيح. اللي احنا فيه ده كله بياكل في بعضه. ما ينفعش ولادنا في الشوارع. ما ينفعش حرام يا سادة قدام ربنا واولادنا. يعني احنا الجيل اللي بعدين هيقولوا احنا شاركنا في اختيار البرلمان بتاعنا. يا حبيبه قلبي بصي يا استاذه منى يعني بصي الثورات دي على مدى السنين كلها. انا معاصرت الثورات عموما يعني دي اول ثوره معاصرها والله ولا احنا بس يعني ما شفناش كده ده حزبين حزب هنا وحزب هنا حزب رافض وحزب عايز وبعدين الحزب الرافض ده كل حاجه يقولوها له لا مش عايزين عايزين الاطفال المدلله يا استاذه حياة. انا هقول لحضرتك حاجه انا متاكده ان المصريين كلهم والشباب الموجود في التحرير والشباب الموجود في العباسيه دول كلهم مصريين وكلنا مصريين. في الاخر ماشي انا ما بقولكيش حاجه بقولك دول كلهم مصريين كلهم اخواتنا اللي في التحرير دول لازم المفروض برضه يبقى عندهم شويه تروي. المفروض يسمعوا ما يبقوش قافلين دماغهم على حاجه معينه. وجهه نظر وده يقول وده يعرض وجهه نظر وده يعرض وجهه طبعا يا استاذه حياه بشكر حضرتك وجهه نظر تحترم وليكي حق طبعا. انت كأم خايفه طبعا بعد الصوات دايما بيحصل مخاض انشاء نظام سياسي جديد. هذا المخاض بيولد حاله من الشد والجذب رهيب وده شيء طبيعي طبعا. لما قامت الصوت طلعت اربع قوى في مصر: قوى المجلس العسكري، قوى الليبراليه، قوى الاسلام السياسي، قوى الفلول. هذه الاربع قوى كل واحد بيشد لاتجاهه ودي فتره طبيعيه انها تبقى بالطريقه دي فتلاقي الشد اللي موجود دوت. لما هتعملي الانتخابات بكره ويبقى عندنا برلمان منتخب وهيطلع لنا حكومه بتمثل الشعب هي دي القوى المدنيه او الحكومه المدنيه اللي هتستلم من المجلس العسكري. ففتره المخاض ديت طبعا مؤلمه كل الستات ما بارت فيها وعارفين قرفها. هنعمل ايه؟ لازم هنمر بيها وهتنتهي ان شاء الله. ولسه بدري احنا نرجع مره ثانيه للانتخابات وصوتوا للنساء. انا عندي فوت مش هيبسطكم للاسف الشديد. انا يعني حزينه جدا. احنا متوقعين. هل تعتقد ان المراه ستحصل على نسبه كبيره من المقاعد في البرلمان؟ كانت الصدمه الكبرى ان نعم صوتوا 28 للا صوتوا 426 صوت وربما 82 وده المتوقع. ده رأي عزب ده طبيعي فعلا لانه هي فعلا حقيقي مش هياخدوا اكتر لان احنا ما عملناش كوتا عادله للمراه. الاراده السياسيه لم تعطي للمراه كوتا حقيقيه. رجاءً من كل مشاهدينا الستات بالذات صوتوا للمراه يا جماعه. كل اللي قالوا لا لينا تواجد من فضل ستات ورجاله. ليه قلتوا لا؟ ليه 400 هم يصوتوا بس هم معتقدين صوت شايف حقيقة اللي احنا الثقافة السياسية في مصر لسه ما اتغيرتش بالنسبة لمشاركة المرأة مش على مستوى حدث الثورة خالص. احنا بنشكر حضراتكم والمؤسسات لسه ذكورية. المؤسسات السياسية الأحزاب والطريقة لسه ذكورية. احنا بنشكر حضراتكم طبعا وبالتوفيق. نتمنى لمصر كلها الخير وان شاء الله تبقى يعني انتخابات ناجحة وما فيهاش دم وما فيهاش لا ان شاء الله. انا متأكدة ان شاء الله كلنا نروح لانتخابات ستات ورجالة. من فضلكم صوتوا للنساء ادونا فرصة ادوا البرلمان الجديد فرصة يكون موجود فيه المرأة. بشكركم وبعد الفاصل ان شاء الله منى هتلتقي مع الدكتور أمجد العدوي وهو استشاري طب وجراحة العيون وكل أسئلتكم هتكون موجودة وهنقولها ان شاء الله. بعد الفاصل نلتقي مع منى.
الاسبوع اللي فات كان لينا لقاء مع دكتور امجد العدوي، لكن الظروف اجلنا اللقاء، وكنا بنقول في المقدمه ان العين من اهم الاجزاء، وكل الجسم مهم، ولكن العين من الاشياء اللي بتنقل الحاله الصحيه للبني ادم في كل جسمه. اهميه العين وعن جراحات العين وعن العدسات اللاصقه هيكلمنا الدكتور امجد العدوي استشاري طب وجراحه العيون. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا دكتور منى زهره. طبعا الاسئله ابتدت تتوافد على الفيسبوك من بدري جدا، يعني نبدا باول سؤال. المصري اصيل بيقول: لو سمحتوا انا بعاني من حاجه شكل الناموسه بتخيلني في عيوني. تعتبر ايه؟ هي دي حضرتك شكوى الحقيقه بنسمعها كتير جدا، خاصه في الناس اللي عندهم قصر نظر، او ممكن حتى الناس اللي ما عندهمش قصر نظر بعد سن معين. العين دي عباره عن كوره. بعد سن ايه يا فندم؟ يعني ممكن ابتداء من سن ال40 فما فوق بيبقى احتمالاتها اعلى، او ممكن قبل كده كمان في الناس اللي عندهم قصر نظر. هي باختصار شديد ان العين دي عباره عن كوره، الكوره دي مليانه سائل لزج شفاف اسمه الجسم الزجاجي. السائل ده بيكون بعض الشوائب عند بعض الناس، وبالتالي الشوائب دي بتعمل ظل على شبكية العين، فالواحد يشوفها زي خيالات بتتحرك مع حركة العين يمين وشمال. في ناس بتوصفها على حسب شكل شكل الشوائب دي، احيانا تاخد شكل الدبانة، شكل الناموسة، بيقول انا شايف زي خيوط بتتحرك. الحقيقة ما فيش منها اي خطورة خالص ولا اي قلق على الاطلاق. والعلاج يا فن الا اذا كانت بتزي من، اقول لحضرتك، هي بعد فترة الحقيقة ممكن بتستقر في قاع العين، او بتبعد عن مجال الرؤية، او بيتعود عليها فما بيبقاش ملاحظها اساسا بدون التدخل ولا بنعملهاش اي حاجة خالص. امتى نبتدي نقلق منها؟ نبتدي نقلق منها لو لقيناها بتزيد، الخيالات دي بقت بتزيد كل شهر اكتر من اللي قبله، او لاحظنا ان في معاها وجود حاجة زي فلاشات ضوء بيشوفها في طرف عينه، يجي يشتكي اني بشوف حاجة زي وميض في طرف العين احيانا. دي علامة خطر. ساعتها يبقى لازم نطمئن ونعمل له فحص كامل لقاع العين، ونطمئن على حاله الشبكيه، لان في الحاله دي ممكن يكون في قطع في شبكيه العين او حاجه، ما يكونش الموضوع مجرد شوائب وخلاص، بيكون في مشكله في الشبكيه. فيجب علينا نستنى عليها قد ايه لو هي لسه ما فيش مشكله خالص ولا الضوء دوت بيجي؟ لو هي مشكله في الشبكيه خلال شهر على الاكثر هيبتدي يلاحظ ان الامور بتتطور والخيالات دي بتزيد بنسبه كبيره. وممكن يلاحظ بدايه ظهور الفلاشات اللي بنقول عليها ديا. وبالتالي طبعا لازم يتوجه على طول للدكتور عشان يفحص قاع العين ويطمئن. تمام يا دكتور. في شوشو جو بتقول انا الابيض اللي حوالين النن بتاع العين اصفر زياده، عايز اعرف ايه السبب والاعاده، وبتسال عن اعاده الحلقه. بنقول للشوشو اعاده الحلقه بتبقى 7 الصبح. مرسي ليكم وادعوا لمصر ربنا يحميها. طيب هو البياض اللي حوالين اللي في بياض العين، اصفرار بياض العين حضرتك ليه اسباب مش كتير يعني، وهي اولا ممكن تكون طبيعتها كده زي بالظبط ما بنمثلها كده، نشبهها بلون الاسنان. لون الاسنان بيختلف من واحد للتاني في درجه بالزبط. بياضه، ودي حاجه طبيعيه ما فيها مش مرضيه ولا حاجه. تمام. دي نمره واحد. نمره اتنين، المرضى اللي بيعانوا من مشاكل في الكبد دول دايما اللي هم بنسميهم الصفره، ده دايما بيعاني من اصفرار شديد بالزبط. في بياض العين طبعا اذا كان في حاجه زي كده دي لازم طبعا نشوف المشكله الاساسيه سببها ايه، اذا كان في حاجه في الكبد او حاجه مصاب بالتهاب كبدي او اي حاجه زي كده ونعالجها، وبعد ما بيخف بيقل هذا الاصفرار بشكل كبير، ما بيبقاش حاجه مستمره على طول. في الناس اللي بتكون بعض التغيرات في ملتحمه العين زي الزفره والحاجات دي، هذه الحاجات بتضفي اصفرار على بياض العين برضو، وبرضو لازم يكشف الحقيقه عند الدكتور ويفحصها هل هي حاجه كبيره وليها تاثير واضح وعامله له ازعاج ساعات بتسبب الجفاف في العين وحاجات زي كده. هل في الحاله دي ممكن ان احنا نستأصلها، او لو مش مستاهله بنتابعها وبنكتب له بعض القطرات المرطبه والملطفه اللي هي بتريح له الاعراض، لكن ما نتدخلش في كل الاحوال يعني. تمام يا فندم. عندنا مريم. مريم مقبل بتقول: ازيكم، انا عندي سؤال، انا عملت عمليه ليزك وبحس بشكه دبوس، ليه او لماذا، واستعمل ايه وشكرا. كنت احب اسالها يا ترى عملت الليزك بقالها قد ايه، لان هو غالبا كل الناس اللي بتعمل ليزك ودي حاجه طبيعيه ما فيهاش اي مشكله بتعاني من بعض الجفاف البسيط بعد اجراء هذه العمليه. لمده قد ايه ممكن يبقى الشكشكه دي؟ عاده بتقل تدريجيا خلال من 3 لـ6 شهور. بتقل تدريجيا خالص من 3 لـ6 شهور، وخلال هذه الفتره بنريحها بحاجه اسمها قطرات مرطبه، اذا كانت الاعراض شديده شويه بنكتب لها زي جل مرطب كمان بالاضافه للقطرات المرطبه للعين. دي بتريح هذا الجفاف وما فيش منه اي مشكله، ده عرض طبيعي بيتبع عمليه الليزك وحاجه بسيطه ما فيش منها اي مشكله خالص. تمام يا دكتور. معانا كوثر على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو، اهلا بيك يا كوثر. ازيك يا مدام منى؟ الحمد لله. دكتور امجد معاكي، عندك سؤال؟ لو سمحت. اتفضلي. بقول لحضرتك يا دكتور. اهلا. دلوقتي انا لما بصحى من النوم بشوف حاجه سودا قدام عيني، بعد كده بقوم شايفه شغلانه، بعد كده الرؤيه الرؤيه بشوف الرؤيه على طول اول ما بصحى كده وبحس بدوخه. الرؤيه ايه؟ ما سمعناش كويس يا كوثر، يعني مش أول واضحه. ما بصحى اول ما بصحى
بشوف حاجه اسود في عينيا، بعد كده بشوف شغلله، بعد كده بقى الرؤيه بتبقى واضحه قدامي، بعد كده بقى بحس بشويه بخه بسيطه. حضرتك الزغلله والحاجه السوداء اللي حضرتك بتشوفيها دي بس فتره ما انت صاحيه الصبح، وبعد كده بقيه اليوم بتبقي طبيعيه؟ بس يعني ايوه، هو بيبقى الصبح كده وممكن تجي لي على نص اليوم كده. لكن حضرتك يعني مفيش هو بتاع نص اليوم، مش فترات يعني مش كتير، بس هو بتاع الصبح على طول. حضرتك ما لبستيش نظاره قبل كده وما بتعانيش من اي مشاكل صحيه زي سكر او انيميا او ضغط او حاجه؟ لا لا. اوكي، يبقى ما اقدرش اجزم لحضرتك الحقيقه ايه المشكله بالتحديد الا لما اشوفك، لان هي الحكايه كده يعني الشكوى غير واضحه المعالم، يعني لازم نعمل فحص شامل للعين، نقيس قوه الابصار، ضغط العين احيانا بيبقى في اعلى، لو ناس عندها ارتفاع في ضغط العين بيبقى في اعلى درجاته فتره الصبح والواحد صاحي، نطمن على ضغط العين ونفحص قاع العين ونعمل فحص شامل عشان نقدر نكتشف بالظبط ايه سبب المشكله اللي حضرتك بتشتكي منها، وهل هي فعلا نابعه من العين ولا هي حاجه ثانيه. يعني احيانا مثلا الناس اللي عندهم انيميا شديده يشتكوا من صداع غلالة، لكن الحقيقه العين نفحصها نلاقيها سليمه والنظر كويس وكل حاجه، فهي بتبقى ممكن تكون حاجه عرض تابع لمشكله تانية مش سببها من العين نفسه. فاذا كانت مستمره يبقى لازم حضرتك نفحص نشوف حضرتك بالظبط. معانا استاذه شهير على التليفون. السلام عليكم. عليكم السلام، ازيكم؟ اهلا وسهلا. علي صوت حضرتك شويه. اهلا، ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله. الدكتور امجد مع حضرتك، اتفضلي. ممكن اساله؟ اتفضلي مع حضرتك. اهلا فندم. انا عندي بنتي من سنه ثانيه ابتدائي عندها حساسيه على العين، وهي دلوقتي في اولى اعدادي. هي مش عايزه تروح نهائي، وبعدين انا رحت الدكتور كشفنا على قاع العين، لقينا القرنيه كبيره حاجبه على الرؤيه، يعني مش طول نظر، لا القرنيه عامله حاجبه 22 مثلا 12، يعني ممكن تشوف مثلا يعني القرنيه عامله حاجبه على الرؤيه، حاجبه على الرؤيه، العين القرنيه حاجبه على الرؤيه. الف سلام عليها. وبعدين والحساسيه عندها مش عايزه تروح من ثانيه ابتدائي، اجيب لها دواء مسكن يروح شويه وخلاص على كده، يرجع تاني عينين يحمر، يعني عينين بتاعها ده احمر، وتقعد تدعك في عينيها وتنزل زي مده كده اهوت من عينيها التهابات، وبتبقى فظيعه قوي بقى في الشتاء، يعني قصدي في الصيف لما يكون في تراب وكده. الف سلام عليها. نظاره بحيث انها ايه تشوف التلفزيون، تشوف السبوره بس. هي سنها كام فعلا؟ عندها قصر نظر، هي في اولى اعدادي بس بتشوف الرقم عكس، يعني ال 21 12. بحيث ان القرنيه عندها كبيره. هي تعبت من ثانيه ابتدائي. القرنيه عندها كبيره حضرتك بتقولي؟ القرنيه عندها كبيره حاجبه على الرؤيه، وعندها حساسيه على العين بقى، يعني الحمار بقى دوت بتقعد تدعك فيه جامد، بحيث ان النني ده الابيض دوت بيبقى احمر خالص. طب والدكاتره قالوا لحضرتك ايه عشان ناخد من الاخر، يعني حضرتك عملتي يعني تحاليل؟ الدكاتره قالوا لي حط لها منصف على عينيها، يعني اي منصف بسيط. قالوا لي انها تنتهي عند سن البلوغ. طب هي سنه اولى اعدادي دلوقتي. اولى اعدادي هي دلوقتي. بصي حضرتك، هو في كذا نوع من الحساسيه، في الحساسيه واضح ان المواصفات كده يعني على حسب ما اقدر افهم من كلام حضرتك انها حساسيه موسميه مرتبطه بتغير الفصول او مرتبطه ببدايه الصيف والحر والحاجات دي اكتر. حضرتك قلتي لي هي بتلبس نظاره؟ هي مش معانا على التليفون الحقيقه، ولكن خلص. بتقول ان الحجم بتاع القرنيه كبير. هو حكايه الحجم بتاع القرنيه كبير دي اذا كانت موجوده فعلا اعتقد انها هي في فهم خاطئ عندها، او هي مش فاهمه بالظبط يمكن الدكتور قال لها ايه، لان حكايه القرنيه كبيره دي عيب خلقي وبيكتشف بدري جدا ونادر جدا الحدوث، وبنكتشفه بعد الولاده بشويه اذا كانت فعلا قرنيه كبيره، لكن هي قد تكون قصدها ان في حاجه اسمها قرنيه مخروطيه يمكن تكون هي شاكه فيها، لو في درجات من ضعف النظر عند بتشوف بنتها. الارقام مقلوبه يا فندم. الارقام مقلوبه دي لازم برضو نعمل تشيك على النظر، هل هي محتاجه نظاره، عندها استجماتيزم عالي، عندها حاجه، لان يعني حتى اللي نظره ضعيف ما بيشتكيش هذه الشكوى، حتى يعني بنصلحها بالنظاره، انما انها تشوف الحاجه مقلوبه فحص قاع العين برضو ممكن يساعدنا، لو فعلا في حاجه زي كده نطمئن على مركز الابصار في الشبكيه، لان هو ده اللي بيخلينا ممكن احيانا نشتكي ان احنا نشوف الخطوط المستقيمه معرجه او حاجات زي كده، لكن في السن ده انا لا اتوقع ان هي يكون عندها اي مشاكل في قاع العين، نادر جدا. كل اللي مطلوب ان هي حضرتك يعني نطمئن على قوه الابصار، نشوف اذا كانت محتاجه نظاره، نطمئن على مقاس نظارتها مظبوطه ولا لا. وبالنسبه للحساسيه الموسميه هي قالت كلمه مظبوطه ان هي فعلا بتنتهي مع سن البلوغ او بتقل بنسبه كبيره قوي
في اخر التينز يعني او قبل الظهور. دي بتيجي في الاطفال بنسبه قد ايه يا فندم؟ 1% ولا كام في الالف ولا يعني اقل؟ يمكن من 1% من يعني ماكسيمم او على الحد الاقصى 1%. ما تمام يعني ما بتبقاش حاجه كبيره. معانا ماشي يا دكتور. اهلا شاكرين فضلك. عادل على التليفون. الو السلام عليكم. السلام عليكم. الدكتور معاك يا فندم. استاذ عادل مساء الخير يا دكتور. اهلا يا استاذ عادل، ازي حضرتك؟ بعد اذن حضرتك عايز اعرف التليف في مقوله العين ممكن يتعالج في انهي بلد غير غير مصر؟ في اي بلد اوروبيه وممكن توصل تكلفته كام؟ هو اثر نزيف. حضرتك عندك سكر يا استاذ عادل؟ لا. حضرتك عرفت منين ان عندك تليف في مقوله العين؟ يعني ده من سنه 90 كان نزيف وعمل تليف ما لهاش يتعالج. ده في عين واحده ولا في عينيك؟ في عين واحده. حضرتك في اي نظر بالعين دي ولا حضرتك للاسف ما تشوفش بيها خالص؟ نعم. حضرتك بتقدر تشوف شويه بالعين دي ولا لا؟ لا ما بقدرش اشوف من السنتر، من الجناب بس. من الجناب بس بيشوف. تمام شكرا. يعني دكتور هيرد على حضرتك ولا تخليك معانا استاذ عادل لو حبيت تسال. هو حضرتك اذا كان في تليف في مركز الابصار بقاله فتره طويله كده بيصعب الحقيقه ان احنا نتدخل فيه. هو بيبقى مهم ان احنا نلحقه بدري اول ما بيبتدي يحصل هذا النزيف. كان المفروض ما تلحقش لان ده من سنه 90 وما كانش الطب يعني زي دلوقتي. حضرتك عملت اي عمليات؟ لا 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 خالص. السن مهم يا دكتور؟ سن حضرتك كام؟ 55. ومفيش سكر ولا ضغط و... لا 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 ما تعرفش سبب النزيف؟ هو ممكن كان يكون اكسترنال كده، ضغط اكسترنال عريض عربي يعني كان جه وقتها، او كان يعني ضغوط عصبيه ونفسيه وقتها يعني كان مشكلات او حاجه. أيوه. تمام. وعمل نزيف. نعم. تمام. بص يا استاذ عادل، هو اذا كان حصل نزيف فعلا داخل العين المفروض في نظام متبع ان احنا بنحاول ان احنا نعالج هذا النزيف بادويه معينه وبعلاج معين. اذا استمر هذا النزيف وبتبقى مأثر قدام مركز الابصار زي ما حضرتك بتقول كده عند مقوله العين دي منطقه حساسه جدا، ويهمنا ان احنا اذا ما استجابش للعلاج ان احنا نتدخل بعمليه جراحيه اسمها عمليه ازاله جسم زجاجي، بنشيل هذا النزيف علشان يرجع يتحسن مستوى النظر خالص، لانه لما بيتساب لفتره طويله زي ما حضرتك بتقول كده سنين طويله بيبتدي يعمل تليف، وهذا التليف يصعب جدا التخلص منه، وللاسف بيتلف انسجه المركز الابصار اللي في الشبكيه، ودي انسجه حساسه جدا لما بتتلف بيبقى صعب ان احنا نستردها تاني. علشان كده حضرتك بتقول انك بتشوف الحاجات اللي حواليك او الاطراف، لكن ممكن تشوف باطراف الشبكيه اللي هي لم تصاب بتليف، لكن ما بتقدرش تشوف بمركز الابصار. يعني بمعنى ان انت ممكن تكون لما بتبص على حاجه بتشوف، ما بتشوفش الحاجه اللي انت باصص لها لكن بتشوف اللي حواليها. واعتقد يعني طبعا مش عايز اقول لحضرتك مفيش امل، الامل دايما موجود، لكن برضو يتوقف على، لان طبعا فتره طويله حضرتك بتقول من سنه 90 ودي فتره طويله جدا، فممكن التليف يكون تمكن تماما من مركز الابصار ويكون صعب ان احنا نتدخل في الوقت الحالي، لكن برضو ما اقدرش اجزم بده غير لما نعمل فحص القاع العين ونشوف الحاله ايه بالظبط ومدى تاثير هذا التليف على مركز الابصار. مدام نعمات معانا او استاذه نعمات، السلام عليكم. ايوه ازيك يا استاذه منى. اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ اتفضلي. صح. اتفضلي بسؤال لحضرتك مع الدكتور امجد عشان معاك كلمه الدكتور. يا فندم اهلا وسهلا. ايوه دكتور. ايوه فندم مع حضرتك. بعد اذنك، والدتي عندها 75 سنه. 85؟ 75. 75 ايوه. والدكتور كان قال لها ان انت عندك ميه بيضاء على عينيك. كويس. تمام. ممكن انها في سلام عليها ولا في خطوره عليها؟ على العين نفسها يعني. هي المشكله في الميه البيضاء فقط ولا في اي مشاكل تانية في العين؟ لا، هي الميه البيضاء. لا مفيش اي مشكله خالص على الاطلاق، لان الميه البيضاء دي بتيجي لنسبه كبيره جدا من الناس بعد سن معين في السن الكبير. والعمليه النهارده بقت عمليه بسيطه جدا، بتاخد حوالي ربع ساعه، وحصل تقدم كبير قوي في التكنولوجي او في الطريقه اللي بنعمل بيها هذه العمليه. نسبه الشفاء منها قد ايه يا دكتور؟ تكاد تكون اكتر من 98%، يعني النظر بيسترد بطريقه بشكل كبير جدا جدا. هي عمليه ازاله ميه بيضاء وزرع عدسه داخل العين، العدسه دي طبعا بتساعد على تحسن الابصار. نوع يعني التكنولوجي او الطريقه اللي بنعمل بيها العمليه نفسها تغيرت بشكل كبير جدا في اخر 15 20 سنه. الحمد لله. بقينا بنفتت العمليه الموجات بالموجات الصوتيه الميه البيضاء دي من فتحه اقل من 3 مللي في العين، وبنزرع عدسات تطورت جدا هذه العدسات في نوعيتها وفي الجوده بتاعتها، بحيث ان بتدينا مستوى من النظر الحقيقه مرضي وممتاز جدا، قد يكون افضل من اللي كان عندها قبل ما يجي لها الميه البيضاء كمان. جميل جدا. الف سلامه على والدتك يا نعمات. معانا استاذ لويس.
ايوه اهلا وسهلا يا فندم. مساء النور دكتور. الدكتور مع حضرتك يا فندم. اهلا استاذ ليس. مساء الخير يا دكتور. اهلا مساء النور. عندي المدام عملت عمليه ميه بيضه وزرع عدسات في عينيها الاثنين من حوالي 7 سنين. كويس. من يومين ثلاثه في احمرار شديد في العين. تمام. يعني نعمل ايه فيها؟ في هل في اي افرازات في العين مثلا؟ ما فيش اي افرازات خالص بس في احمرار في العين من يومين ثلاثه. تمام. هو طبعا غالبا ده برضو ممكن يكون نوع من انواع الحساسيه او الالتهاب البسيط في العين. هل مصاحب ليه اي زغلله في النظر او مستوى النظر انخفض فجاه في العين مع الاحمرار ده ولا هو مجرد احمرار فقط؟ احمرار وفي عينيها بتنقط في دموع يعني. دموع. لكن النظر كويس الحمد لله. النظر كويس. تمام. في دموع في العين بتنزل وفي احمرار. تمام. غالبا هو ده التهاب قد يكون ناتج من حساسيه حاجه بسيطه او التهاب فيروسي من الجو. برضو ما اقدرش اجزم غير لما تتفحص فحص مظبوط عشان نعرف ده ايه بالظبط ونديها القطرات والعلاج المناسب. لكن ما اعتقدش ان في اي علاقه بين هذا الاحمرار يا استاذ لويس وبين عمليات المايه البيضاء اللي المدام عملتها من 7 سنين لان دي فتره طويله ومفيش اي علاقه بينهم. ده غالبا حاجه بسيطه ومصادفه ممكن تكون التهاب بسيط من الجو او حاجه يعني. الف سلامه يا فندم. معانا تليفون تاني من اسكندريه اعتقد. لحد ما يجي تليفون في حد تامر المصري بيقول ما هو الاستجماتيزم وما علاجه. انا من كتر الجلوس امام الكمبيوتر عيني الشمال الفوكس فيها بقى مش مظبوط اعمل ايه؟ هو حاسس بعينه الشمال. ده سؤال تامر. اوكي. هو الاستجماتيزم يعني لاحظنا الحقيقه ان الناس بتقلق قوي من كلمه استجماتيزم مش عارف ليه. هو محددها يمكن كشف قبل كده ولا حاجه معرفش برضه يعني. رغم ان الاستجماتيزم برضه يعني مش مقلق خالص. هو حضرتك هو نوع من انواع عيوب الابصار او ضعف النظر ببساطه. اللي هم ثلاث انواع. في حاجه اسمها قصر نظر، في حاجه اسمها طول نظر، في حاجه اسمها استجماتيزم. الاستجماتيزم ده زيه زي طول النظر وقصر النظر، بيتصلح بنظارة وممكن يتصلح بعدسات لاصقة وممكن يتصلح بعملية الليزك برضو. مفيش أي مشكلة طالما هو في الرينج المسموح بتصليحه يعني. طبعا ده بنعرفه لما نفحص المريض بالظبط. و يعني محتاج يكشف عشان الدكتور طبعا مفيش اي مشكله خالص حتى لو عنده استجماتيزم يعني. موضوع ان هو بيتعب قدام الكمبيوتر دي الحقيقه بقت افه العصر بقى حضرتك يعني بنسمعها في اليوم 10 مرات على الاقل. كل الناس اللي بيشتغلوا قدام الكمبيوتر لساعات طويله اكتر من 8 ساعات وحاجات زي كده بيحصل لهم اجهاد في العين حتى لو هو نظره ثابت على 6 طول عمره مش محتاج يلبس نظاره. في فرق بين ضعف النظر وبين الاجهاد الشديد للعين. فده طبعا بنكتب له قطرات كده مرتبه تساعده وننصحه ان هو يقسم الوقت اللي بيقعده قدام شاشه الكمبيوتر ما يبقاش ساعات طويله متصله. وعارف الاسباب كمان طبعا لو قعد كتير قدام الكمبيوتر بيأثر. الف سلامه. معانا وفاء من اسكندريه. ايوه. السلام عليكم. السلام عليكم دكتور. امجد معاكي يا وفاء. شكرا يا فندم. اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. من فضلك انا وفاء الحكيم من اسكندريه عمري 47 سنه. عندي جفاف في عينيا شديد جدا من الروماتويد. ايوه. كنت بناخد قطره ستريس جارد كذا سنه بس ما عملتش معايا حاجه ولغايه دلوقتي انا وقفت القطره ديت. تمام. بس عينيا بقى تقلمني جدا طبعا وانا موظفه اخصائيه اجتماعيه وما بشوفش خالص اللي قدامي. تمام. خليكي معانا وفاء. دكتور هجاوب على سؤالك. اتفضلي فندم. هو طبعا زي ما دام وفاء شأنها شأن كثيرين من المصابين بمرض الروماتويد. ألف سلامة عليها. ألف سلامة. بيصاحب مرض الروماتويد جفاف فعلا شديد في العين زي ما هي بتقول. الناس دي بتبقى منزعجة جدا من الأعراض على طول. حاسة أن عينها ناشفة على طول. حاسة أن في زي رملاية في العين، في احمرار، مش مرتاحة طول الوقت بالذات في الجو الحر. لو قعدت في طيار هواء أو في تكييف أو في مروحة الأعراض بتزيد لأنها بتنشف في العين أكتر. هي مشيت على نوع من القطرات المرطبه او بديل الدموع اللي بنسميها قطرات بديله للدموع عشان نرطب بيها العين نحاول نعوض هذا الجفاف. في الحالات الشديده دي الحقيقه ممكن قطره ما تكونش كافيه فممكن ان احنا بنزود معاها انواع ثانيه من المراهم الخفيفه زي الجل بترطب العين بشكل افضل. حاجات زي كده. ولو الحاله الحقيقه شديده قوي وما استجابتش وما ارتاحتش على كل هذا الكلام بيبقى في ممكن تدخل بعمليات ان احنا بنسد مخرج القناه الدمعيه عشان نحتفظ بالدموع داخل العين زي ما تقولي كده حضرتك بلاج او بالبلدي كده بيسموها زي فتيله بنقفل بيها مخرج القناه الدمعيه علشان نحافظ على الدموع اللي هي اوريدي اللي هي من الاصل قليله داخل العين نحافظ عليها ونرطب العين اطول فتره ممكنه. دول برضو ممكن يستفيدوا من هذا النوع من العمليات. اللهم ادمها نعمه يا رب على صحه ويشفيك يا وفاء. ومعانا صابرين. سلام عليكم. سلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي بسؤالك للدكتور امجد يا صابرين. سلام ورحمه الله وبركاته. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضلي. لو سمحت انا عامله عمليه الميه البيضاء من 8 شهور وبتديني عتامه قدام عيني بتخليني مش شايفه كويس. بقالها قد ايه؟ يعني حضرتك لاحظتي 8 اشهر من ايام من ساعه ما عملت العمليه. يعني حضرتك شفتي بعد العمليه كويس وظهرت لفتره وبعد كده ابتدت تظهر هذه العتامه، ولا من بعد العمليه على طول وهي معتمه وحضرتك مش مرتاحه؟ من بعد العمليه على طول يا دكتور. تمام اتفضلي فندم. هو اذا كان من بعد العمليه على طول ف كان يجب برضو ان احنا نطمئن، هل العمليه يعني معموله مظبوط، مفيش مضاعفات حصلت بعد العمليه، التهابات شديده في العين، العدسه اللي حضرتك حطيتيها مش متحركه من مكانها، الشبكيه ما فيهاش اي مشاكل مأثره على النظر، كل ده مشاكل اللي هي بتحصل او بتظهر ممكن في الفتره اللي هي بعد العمليه مباشره. اما اذا كان حضرتك شفتي فتره كويس شهر شهرين وابتدت تعتم بعد كده، فده قد يكون حاجه تانية مختلفه، زي ما بيحصل حاجه اسمها بنسميها عتامه ورا العدسه او عتامه في الغشاء اللي هو بنسميه المحفظه الخلفيه او اللي بنزرع عليه العدسه داخل العين. في العمليه دي حاجه ورا العدسه اسمها المحفظه الخلفيه، دي المفروض في الطبيعي بتكون شفافه. بعد العمليه بفتره طويله بعد عند نسبة من الناس اللي بتعمل هذه العملية، وده عيب مش عيب في العملية ولا حاجة، وارد انها تحصل، بيحصل عتامة في هذه المحفظة الخلفية، ودي بنعالجها بجلسة ليزر، نعمل فتحة تانية جديدة في هذه العتامة، وبالتالي نسترد مستوى النظر الأصلي اللي كان بعد العملية. فدي حاجة بسيطة إذا كان هو ده السبب يعني، ولا تستدعي تدخل جراحي، هي بجلسة ليزر في 10 دقائق بنحل هذه المشكلة إذا كان هو ده السبب. أما إذا كان في التهابات، في مشكلة أخرى في الشبكية مأثرة على النظر وعامل حريق العتامة دي، فيجب أن احنا برضو نفحص حضرتك فحص شامل عشان نعرف بالضبط المشكلة فين ونعمل لها اللازم إن شاء الله. الدكتور طمنك يا صابرين إن هي حاجة بسيطة إن شاء الله. معانا سوزان، السلام عليكم. سوزان أهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معاكي دكتور أمجد. أنا عندي رحت للدكتور كان عندي حاجات بتظهر كده، وبعدين رحت للدكتور فقال لي ده انكماش في الجسم الزجاجي. ده ايه يا فندم؟ وبعدين قال لي عشان انت عندك استجماتيزم وعندك جفاف فكتب لي على هاي فريش 4 مرات في اليوم، وكشف على قاع العين والضغط وكل حاجه كانت كويسه. بس بدات دلوقتي بقى الحاجات اللي كانت بتظهر متسرقه بدات تتجمع في نقطه واحده، وبعدين بقى بدا يبقى فيه فلاش بقى ضوء كده خط مستقيم فجاه يظهر ويختفي. في سكر عند حضرتك؟ لا ولا ضغط ولا سكر الحمد لله. الحمد لله. يعني هو الضغط بيرتفع ساعات بس يعني مش ضغط، يعني ما يعتبرش ضغط. ملاحظه حضرتك الفلاشات والحاجات دي بقالك قد ايه تقريبا؟ بقالها تقريبا ايه حضرتك؟ الفترة بقى لها قد ايه اللي حضرتك ملاحظة فيها موضوع الفلاشات بتاعت الضوء اللي بتشوفيها؟ ضوء دي بقى لها تقريبا يمكن اسبوع تقريبا. هل حضرتك بتشوفي الخطوط المستقيمة زي ما تكون معرجة او حاجة زي كده؟ لا لا هي خطوط مفيش حاجة زي كده. الكلام ده في عين واحدة ولا في عينيكي الاثنين؟ لا هي عين واحدة، هي اللي حصل فيها الخيالات دي كأنها يعني حاجة كنت بشوفها حاجة يمين وحاجة شمال كأنها محاصرة النظري الرؤية يعني. بعدين اتجمعت بقت في النص حاجه كده، عارف حضرتك اللي بيقولوا عليها الذبابه دي، بس هي في النص بالظبط كتله كده في النص دايما شايفاها. لكن هي بتتحرك مع حركه العين مش كده يا فندم؟ اه بتتحرك مع حركه العين. تمام. اوكي مدام سوزان الدكتور هيجاوب على حضرتك. هي يمكن مدام سوزان ما اتفرجتش علينا من الاول لما كنا بنتكلم في موضوع الذبابه الطائره او العكارات اللي في السائل اللي هو اللي بنسميه الجسم الزجاجي اللي بتعمل الخيالات اللي بتتحرك قدام العين، وذكرنا واحنا بنتكلم في الاول على موضوع الفلاشات او الوميض من النور اللي ممكن نشوفه. دي الحقيقه يعني علامه لو كانت مستمره وبتتكرر هي علامه غير مطمئنه، معلش يعني لازم اقول لها الصراحه. فارجو ان حضرتك تتوجهي لاقرب دكتور للاطمئنان على قاع العين والشبكيه، لان لما بتجتمع هذه الحاجتين اللي قلنا عليهم في الاول ان الخيالات دي تزيد زي ما حضرتك بتقولي بالاضافه لوجود فلاشات ضوء، يبقى ده قد يكون علامه لان في مشكله في الشبكيه او قطع او اي حاجه، دي يجب ان احنا نلحقها قبل ما الامور تتفاقم. فاللي حضرتك بتقوليه ده يستوجب ان حضرتك تتوجهي لحد متخصص في اسرع وقت يعني. نشكرك يا دكتور لامانتك الحقيقه. وعندنا حاله انسانيه، ريهام ريما على الفيسبوك بتقول ان في حاله بتاعت واحد في ثانويه وعينه فيها مشكله وتقريبا محتاج عدسه او قرنيه، مش عارفه الحاله ايه بالظبط، بس هو دفع كل اللي معاه ومحتاج دكتور يكون بيعمل مساعده للي مش قادر
قادر يدفع. طبعا احنا بنناشد طبعا الدكتور معانا اولا دكتور امجد لو حب طبعا هو يكشف عليه ده شيء يسعدني بناخذه بسيف الحياء دلوقتي هيجي لك طبعا ده شيء يسعدني ويشرف اي وقت ان شاء الله او بنناشد برضو اهل الخير اللي يحبوا يتابعوا الحاله هي ريهام على الفيسبوك اللي هيسارع يعني ياخد الاجر والثواب في العمل الخيري باذن الله. بناكد برضو على حضراتكم اللي عايز يتابع الاسئله او الحلقه كلها بتتعاد بكره 7 صباحا وعندنا وقت ولا لسه عندنا وقت. معانا ريهام على التليفون. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا وسهلا بيكي ريهام. ازيك يا ماما؟ الحمد لله. الاول عايزاكي تسلمي لي على مفيده كتير قوي. مش سامعاكي ريهام. عايزاكي تسلمي لي على مفيده كتير. الله يسلمك الله يسلمك هبلغها في الفقره الجايه وهي اكيد سامعاكي يا حبيبتي. يا حبيبتي عندك سؤال يا ريهام؟ اتفضلي. ايوه اتفضلي دكتور امجد معاكي. ايه انا عامله ليزك من 5 ايام والدكتور شال لي العدسات امبارح بس بعدها حسيت بزغلله جامده قوي. وبستخدم القطرة المرطبة ومعها قطرة كورتيزون. حضرتك برضو جاوبت على السؤال ده طبعا. لا بس انا عايز استوقف ريهام عند حتة هي قالت انا عملت ليزك من خمس ايام. مش كده ريهام؟ ولابسة عدسات لاصقة؟ شالها لي امبارح. يبقى حضرتك ما عملتيش ليزك، عملتي نوع مختلف تاني من الليزر بنسميه بي ار كي، حاجة اللي هي في بعض شريحة من الناس اللي لابسة نظارات اللي ما بيناسبهاش عملية الليزك، لان طبعا عملية الليزك دي بنعملها بناء على فحوصات بتتعمل قبل العملية للاطمئنان على سمك القرنية، حاجة اسمها سمك، حاجتين لازم نطمئن عليهم، حاجة اسمها سمك القرنية وحاجة اسمها تضاريس القرنية. طبعا عملتيهم يا ريهام؟ ايوه. لما بنعرف نتيجة دول بالاضافة لمقاس نظارتك قبل العملية بنقدر نتأكد ان انت يناسبك عملية الليزك. قد يكون في بعض الناس اللي عايزة تجري هذه العملية سمك القرنية غير كافي وبالتالي بنعمل لهم عمليه مشابهه لعمليه الليزك بس هي مش ليزك بالظبط اللي هي عمليه بتتعمل بالليزر برضو. اعتقد ان هي دي اللي انت عملتيها بما انك لبستي عدسات لاصقه بعد العمليه على طول، لان عمليه الليزك عدسات حمايه وشالها لي بعدها ب4 ايام. بالظبط. يبقى غالبا حضرتك هو ده اللي انت عملتيه لان الليزك ما بنلبسش بعديه عدسات لاصقه ابدا، فهو ده نوع تاني مختلف من الليزر بيصلح برضو النظر، ممكن تطلعي بنتيجه ان شاء الله ممتازه زي الليزك بالظبط، لكن اعراضه بتبقى مستمره فتره اطول بعد الليزك، ممكن يبقى في زغلله كده اول اسبوع 10 ايام. دلوقتي جامده، عايز اعرف هتروح امتى وعايز اعرف افضل استخدم قطره الكورتيزون قد ايه. تستخدم قطره الكورتيزون قد ايه؟ اعتقد انك هتستخدمي قطره الكورتيزون مش اقل من شهر والاعراض هتبتدي تقل ان شاء الله بنسبه كبيره قوي بعد اول اسبوع 10 ايام من العمليه ان شاء الله. ألف سلام عليك يا ريهام. وفي سؤال على الفيسبوك شاري أحمد بتقول بنسأل ممكن برضو هو ريليتد نفس السؤال، نعمل عملية الليزك أو تصحيح النظر بعد سن 45؟ حضرتك قلت الحالة الصحية الأول، السن بقى كويس بعد سن 45؟ طيب هو نبدأ الأول بالحد الأدنى، هو الحد الأدنى عادة مش أقل من 18 سنة علشان نكون اطمأنينا إن في ثبات في مقاس النظارة، ما يكونش في تغير تاني بعد كده. بالنسبة هي بتتكلم إن هي قلقانة تكون 45 بقى ده سن كبير على الليزك، لا هو الحقيقة مش كبير ولا حاجة وممكن نعمله كمان في أكبر من كده. أكبر من كده بيعمل. بس في نقطة مهمة لازم تبقى عارفاها، هو الناس كلها بعد سن ال 40 بتبدأ تحتاج حاجة اسمها نظارة قراءة، بيبتدي يكون في صعوبة في المسافات القريبة، حتى اللي طول عمره نظره 6/6 وعمره ما لبس نظارة بيجي بعد سن ال 40 يجد صعوبة في المسافات القريبة والقراءة والحاجات اللي زي كده. أيوة. الليزك اللي بيتعمل يعني بنسبة 90% من الحالات بيصلح نظارة المسافات فقط ولا يصلح نظارة القراءة. يعني ممكن إذا كانت هي بتعمل تلبس نظارة في المسافات وسنها 45 سنة وعايزة تعمل ليزك للتخلص من هذه النظارة أو من العدسات اللاصقة أيا كان، فما فيش اي مانع انها تبقى انها تعمل هذه العمليه بس تكون عارفه انها هتلبس نظاره في حاله القراءه او المسافات القريبه. وان كان في ليزك النهارده جديد ومتطور برضو بيصلح الاثنين، بيصلح المسافات والقراءه، لكن لسه يعني دكتور امجد العدوي تقلنا على حضرتك بشكرك. بشكر الدكتور امجد العدوي استشاري طب وجراحه العيون ونورتنا في ستات ما عرفوش يكذبوا، بنتمنى لقاءات ثانيه باذن الله ان شاء الله. مدام منى ميرسي لحضرتك. شكرا لحضرتك يا فندم. بعد الفاصل هنرجع للمطبخ ومفيده وكتير بيسالوا على الفقره دي. احنا معاكم النهارده معانا ريهام هتعمل رز على الطريقه اليابانيه، استنونا بعد الفاصل. مشوار ومكتوب لينا
ياخدنا ويرجعنا. كنجم لمع ثم انطفأ، غيب الموت عن دنيانا المطرب صاحب الصوت الرقيق والأداء الحالم والابتسامة الحنونة عامر منيب. بعد صراع مع المرض اللعين يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد غيبوبة استمرت عدة أيام، ولتفقد الساحة الفنية واحد من أجمل الأصوات وأحلاها. منيب استطاع عبر رحلة فنية لم تكن للأسف طويلة أن يصنع لنفسه مكانة خاصة كمطرب، يدقق في اختيار كلمات وألحان أغانيه، ويبحث عن الرومانسية في زمن ضاع فيه الحب. بدأ الظهور الفني لعامر منيب في أوائل التسعينات عندما قدم أول ألبوماته، لكن شهرته جاءت عبر ألبومه الثاني يا قلبي، وسرعان ما بزغ نجمه بالعديد من الأغاني والكليبات الناجحة، وعرف الجميع وقتها أن المطرب الحالم الذي يغني للحب والرومانسية هو حفيد نجمة الكوميديا ماري منيب. وانتهت الرحلة تاركا وراءه 10 ألبومات وأربعة أفلام سينمائية ورصيدا كبيرا من حب الجمهور ومكانا في قلوب العاشقين. الله يرحم عامر منيب، كان شخصية أكثر من رائعة. العزاء طبعا لكل عاشقينه، هو يوم الأربع اللي جاي في مسجد الشرطة اللي قدام سيتي ستارز لكل بعد المغرب إن شاء الله. هو عامر ما عايز أقول برضو وضيف كمان على الكليب، يعني إن هو كان على المستوى الإنساني بني آدم محترم مهذب جميل، يعني كل اللي حواليه يحبوه. عزائي السيدة إيمان الألفي زوجته وأسرته جميعا وأولاد ربنا يصبرهم. طبعا الستات ما عرفوش يطبخوا، راجعين المره دي معانا صديقتنا ريهام. ريهام مكسوفه جدا ومحرجه جدا ومش عارفه تعمل ايه. ازيك يا ريهام؟ نورتينا. الله يخليك. واهلا وسهلا بيكي. اهلا بيكي. انت هتقدمي لنا ايه النهارده؟ هقدم رز على الطريقه اليابانيه واسمه تابانياكي. تابانياكي. طيب الاول ايه رايك نقول المقادير وبعدين نبتدي نتكلم عن طريقه الطبيخ؟ اوكي يلا. المقادير ايه؟ نص كيلو رز ابيض، ربع كيلو شرايح فراخ، ربع كيلو شرايح لحم، ربع كيلو جمبري، ربع كوباية صويا صوص، ربع كوباية صويا صوص حلوة، ملح وفلفل، ومعلقة ثوم، وعدد 5 بيضات، وكوباية كرنب أبيض شرايح، نص كوب جزر مبشور، بصلة شرايح، زيت زيتون، وعصير ليمون، شطة، فلفل اخضر حامي. تمام يلا بينا. وكله يعني كويس يا ريهام الا الشطه. نبتدي ازاي؟ شويه. خلي ورقه معاكي. نبتديها ازاي قولي لي؟ هنعمل الرز بقى اللي هو يعني هو الرز طبعا بيبقى سهل قوي، كل الناس تعرف تعمله لان هو الرز الابيض بتاعنا العادي مش بسمتي. يعني احنا عاملينه ده اوريدي معمول. معمول طيب ده معمول احنا كده، ده رز عادي جدا. رز عادي. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ بعد كده هنسخن طاسه. طاسه اوكي. ما احنا مسخنينها. اوكي قولي لي احط لك ايه؟ هنحط زيت زيتون. اتفضلي يلا اشتغلي سريعا. انا معاكي وبساعدك فما تقلقيش، ولع لك بس النار شويه زياده. زيت زيتون هنسخنه قوي بس هنستنى بس يسخن يعني سنه شويه. وبعدين هناخد الثوم. اوكي هنقل لك الحاجات هنا. اوكي والصويا صوص وكده. مدام ريهام اتعلمتي الجابانيز ده بقى فين؟ يعني من الكتب ولا حد علمك؟ اشمعنى؟ لا مش من الكتب، يعني كنت بحب اقرا واخش على النت كتير وكده واتعلمته يعني. ف اتعلمتيه عشان هيلثي ولا انت بتحبي؟ هيلثي جدا. وهو عامه يعني الرز المسلوق مع الخضرات وكده. ممكن واحنا بنتكلم هنعطلك ولا بلاش نتكلم؟ واحنا نستنى بس ما يحمر سنه. تعالي انا اقلب لك بقى كده. ايه مدام ريهام؟ وانا ساعدك. قولي رز المسلوق عاده. الرز المسلوق عاده احنا يعني بناكل الرزات، بنحب الرز المصري يعني. الراجل المصري يحب الرز. ايه رايك يلا نحط الميه؟ لكن لما بيبقى مسلوق او بمعلقه زيت صغيره ما بيبقاش يعني كتير او كالوريز بتقل. بتوزع المعلقه دي على الاسره بالظبط. حطيتي ايه مدام ريهام تاني؟ حطيت اللحمه. حطي انا اقلب لك وبقول انت حطي لي الحاجات عشان اساعدك. تحبي ايه؟ حطي عشان انت حافظه المقادير وانا معاكي. هنعمل بس اللحمه الاول هتتحمر بخفيف قوي. ماشي كده يعني يا دوبك تغير لونها. هي هتستوي على طول لان دي لحمه بتلو، او ممكن نعملها بشرايح فيليه فبتفرق ان هي يعني ما بتاخدش ثانيه على النار. هو الاكل عامه شرايح زي الشاورما صغيره يعني. بتتقطع زي الشاورما. النار النار لازم تبقى عالية
عشان اللحمه ما تنزلش ميه وتقعد تشربها. هي اول ما بتنزل على الطاسه السخنه بتمسك نفسها وبتخلي الفيتامينز فيها، فما بتروحش الفيتامينز منها. وده ميزه الاكل الياباني او الاكل التشاينيز عامه، هو صحي، هو بيحافظ على كل الفيتامينز اللي في الحاجه. طبعا الصوت اللي احنا سامعينه لكل مشاهدينا ده معلش احنا اسفين عشان بس التحمير والجريل بتاع الطاسه والصوت. احنا هنحط ايه دلوقتي؟ هنحط الصويا صوص والسويت صويا صوص. يلا ده ايه بقى؟ الصويا صوص، صوص صويا، وده السويت. السويت والاثنين موجودين في السوبر ماركت. في ممكن ما تلاقيش السويت صويا صوص بسهوله، بس هو عامه موجود في السوبر ماركت الكبيره. أوكي. بس ممكن ما يكونش موجود، فبنستعيد يا اما معلقه عسل ابيض او اسود او سكر. اوكي، يا اما عسل معلقه ونلخبطه على الصويا صوص. احنا بنقعد ياخد الغلوه قد ايه او يعني ما فيش؟ هو ثواني هيتشال على طول ويتشال. وبكده يبقى اتحمر، يبقى كده يبقى استوى خالص. يعني هتلاقيه يعني تلحق اللحمه تستوي. لان انت منزله اللحمه على طاسه سخنه. طيب بما ان احنا بس عشان نقول لكل مشاهدينا هيبقى المنظر ده كده بالظبط. طب ايه رايك نزودهم عشان يسخنوا مع بعض؟ عشان انا عارفه ان الناس هيبقوا جعانين. برافو عليكي. فنسخن لهم الاكل بالمره. شفتوا ازاي انا بفكر فيكم؟ مدام ريهام عندك اولاد؟ عندي ثلاثه. ربنا يخليهم لك. الله يخليك. سن ايه؟ اعمارهم 24 احمد ما شاء الله، ونادى 20، ويحيى 15 ما شاء الله. البنوته بقى بتاع الطبيخ ولا كلهم؟ والله كلهم شاطرين في الطبيخ. كلهم شاطرين. كل واحد ليه. تحطي بقى كده دي استوت؟ استوت. تمام كده نركنهم على جنب. وناخد ايه تاني؟ هناخد بعد كده الفراخ. نفس الفكره؟ نفس الفكره. برضه في نفس الطاسه. نفس الطاسه. نحط الزيت؟ نحط الزيت. وحبه الثوم. انا بقى ايه ده؟ ممكن انت حافظه. ما شاء الله. اتعلم انا بقى. كده بقى مش كتير صح؟ لا لا، هما نقطتين ثلاثه. كده حلو كده تمام؟ احط حبه ثوم. ثوم. طبعا لازم نقلل الملح في اي حاجه فيها صويا صوص. احنا حطيناش خالص ملح لغايه دلوقتي. تمام. احنا مش حاطين. انا ملاحظه كده التوم. اوكي. كويس قوي. تمام. نحط بقى الفراخ. اتفضل. وبرده نفس الفكره اللي احنا عملناها بالظبط. هي تاخد بالظبط 3 ثواني على النار. برده 3 ثواني يعني يا دوبك تغير لونها. هاي الهم يعني يا دوبك تغير لونها. هتلاقيها حتى دلوقتي على طول تقريبا استوت، يعني ما تاخدش سنه. مدام ريهام هتصوتي بكره ان شاء الله؟ ان شاء الله باذن الله. لازم اكيد طبعا. والاولاد طبعا قعدتي معاهم؟ اكيد. فاهمين كل حاجه؟ كله فاهم، كله عارف. ما شاء الله عليكم. الله يخليك. اوكي تمام صح كده؟ بس لسه شويه. ما هي بصي ما تقلبيش بقى كتير، يعني سيبيها بس كده تاخد البتاعه بتاعتها. صح كده؟ نستنى شويه بس لغايه ما يخلص، لغايه بس ما لونها يبقى يروح واللي هو الني ويتحول الى وانا بقى عشان يعني سريعة ممكن افرشها اكتر على الطاسه. بالظبط. صح كده؟ عشان قبل ما نحط الصويا بس ايه عشان نبقى ضامنين انهم هياكلوا. مش عارفة هيسمعونا صوتهم دلوقتي. اوكي ممكن نحط بقى. انت هتحطي برضو جزء وجزء. جزء وجزء. مدام ريهام هو ممكن نستغنى عن اللحوم ويبقى طبق نباتي 100%؟ يعني ممكن نستغنى خالص بالنسبة ل خد انا دي عشان ما بعرفش اشتغل. هو ممكن يبقى طبق نباتي خالص. ممكن نستعيد يعني مثلا لو حد بياكل سي فود بس او بياكل اسماك بس، فممكن يبقى سمك وكاليماري وجمبري. ممكن يبقى فراخ بس. وانا دي طريقه التقليب بتاعتي كده صح؟ يعني دي سليمه. حطي بقى شويه الفراخ اللي عندك. اتعلمتي الطريقه بقى خلاص. انا علمتك الجزر بتاعنا. يعني بعد ما هتستوي المفروض يبقى شكله كده. مظبوط. فاحنا هناخده عشان نسخنه مع التاني مع كل اصدقائنا. مفيدة. عندنا صديقتنا على الفيسبوك زينب الشريعي بتقول نورتونا، وانا بحب الاكل الياباني قوي، نورتوا سي بي سي من تاني. نشكرك جدا يا زينب. اوكي يبقى احنا كده تمام. تمام. حضرتك تحبي تشيليه؟ استني واحده. اوكي انت بقى ايه؟ انا اودي الطبق ده كده الحوض. في تعليق لطيف قوي برضو احمد على الفيسبوك، احمد رشاد بيقول انا انتخب مفيده ومنى تترشحوا بجد والله، على الاقل نضمن ان يوفروا الاكل للشعب. مش سيكه كتر خيرك يعني. هو شايفنا احنا بس كده نصلح فقط. طيب
معانا بقى معانا ريهام ان شاء الله في الانتخابات ان شاء الله. اخر ده اخر حاجه هنحط بقى ما حطيناش توم. هنحط نقطه توم. شفتي ازاي انا حافظه ازاي؟ شفتي بس انا بتعلم في السريع. مركزه. نيمو ميمو بيقول صحيح ممكن ترشحوا نفسكم المره الجايه، واميره بالذات تنفع موت ومفيده كمان سوبر. الله يخليك. شكرا جدا يا خليك. ميرسي لكل اصدقائنا على الفيسبوك. ونحط بقى كده. يبقى احنا عملنا ادي اللحمه وادي الفراخ، يبقى ناقص لنا الجمبري. تتحط في سيرفيس التقديم على طول. اوكي. انت حفظتي خلاص بقى. خلاص حفظتي الاماكن بتاعتنا. طبعا احنا لسه ما حطيناهوش بقى. هنحط له برده ريهام الصويا صوص ولا هتحطي ايه؟ لا هنحط له نقطه ليمون بس. اوكي حطي بس ليمون. بس ليمون عشان مش صوص. لا عايزين له. هو بصي لو تاخدي بالك ان هو واخد الالوان بتاعه ما قبله. هو ياخد الطعم بتاع ما قبله. هيبقى طبعا روزي كده. هيبقى كده بس. ده محتاج يستنى شويه يستوي. سنه عشان برضو ما نظلمش الجمبري والناس اللي هياكلوا الجمبري. صح كده مظبوط. طب احنا بعد كده بيبقى احنا بنوضب ايه بقى؟ يعني المفروض ان احنا نعمل ايه بعد كده بقى؟ هننزل بالخضار. طب ايه رايك ننزل فيه هنا زي ما الشيف محمود مره علمني في جنب الطاسه عشان نلحق وقت؟ ايه رايك؟ تعالي تعالي عدي عدي هنا مطبخنا كلنا مش مطبخنا بس. بقيتي فاكره كمان تعليمات الشيف ممكن نعمل هنا يعني. على عين تانية. يلا بس عبال ما تاخد ما نولع النور وبتاع. بس ثانيه يعني. اوكي زي ما انت عايزه. نشكركم جميعا على الفيسبوك. ايمان عبد الله بتقول الحمد لله على السلامه، منورين لي الشاشه. والله الحمد لله على السلامه. وحشتونا استاذ سعد حموده. يعني مش لاحقه اقول طبعا، سامحونا يعني مش لاحقين نقول كل التعليقات عشان ما اقطعش على الضيفه. مظبوط صح كده. تمام تمام. احط بقى انا هنا كده الجمبري كده تاني. انا بقى ايه هسيبك انت بقى تقلبي وتفهمينا طريقه عمل الخضار. صح كده. هي نفس الطريقه تقريبا ما بتفرقش كتير يعني. طب يلا انا معاكي. وقت واحد ولا الكرنب اكتر؟ ايه اللي بياخد وقت اكتر؟ لا اصل هو المفروض بيبقى زي ما قلت لك عشان الاكل ياباني صحي فما بياخدش ثانيه على النار كله. لا الخضار يعني بينزل كله بيبقى زي مقرمش يعني ما مش بنهريه يعني. احنا كده خلاص احنا كده الاساسيات بتاعت الطبق اكتملت. لحمه فراخ جمبري. يلا طب ده تعالي بقى نحط كله بقى مع بعضه عشان نلحق وقتنا. هيبقى احنا حطينا الزيت والدقيق وال هيبقى التوم. تمام بس اقفل النار على الثانيه دي. مظبوط كده. او ممكن نخليها دافيه عشان تفضل هنعمل فيها الرز بقى. اوكي اوكي. هنحط البصل الاول متقطع شرايح. وعامة اليابانيين بيعملوا الطبخه دي. قبل ما حضرتك تخلصي اسمحوا لنا بس كل اصدقائنا في مجموعه من الفيسبوك وبالذات صديقتنا دينا. دينا طالبه في الجامعه هنا في مصر لكن هي اصلا من الكويت، وكان كتبت لي على الفيسبوك دلوقتي قالت لي يا مفيد انا عايزه اسالك. جالنا مسجز دلوقتي بتقول سفارتنا بتبلغنا ان احنا لازم نسيب مصر النهارده. سفارتنا في الكويت. احنا ردينا عليها الحمد لله ان مصر امنه، واحنا بنرحب بكل جيراننا وكل اخواتنا من اي مكان في العالم. وتاكيدا اللي احنا بنقوله معانا دلوقتي سياده السفير، سفير الكويت بالقاهره السفير الدكتور رشيد الحمد. اهلا بحضرتك سياده سفير. اهلا وسهلا. ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. سياده سفير يمكن حضرتك سمعنا من منذ قليل كانت عندنا استفسار على الفيسبوك. صديقه عندنا بتدرس في القاهرة بتقول ان السفارة بعتت لهم مسجز انهم عليهم دلوقتي انهم يسيبوا مصر ويرجعوا. هل ده صحيح؟ لا ابدا مش صحيح. مش صحيح. هذا الكلام عبارة عن اشاعة كاذبة مش عارفين الحقيقة منين جت هي. وحتى يمكن ممكن تعلي صوتك شوية. هي نشرت في الكويت في الاول. ايوه. كثير من الحقيقة من الاهالي ومن اولياء الامور والطلاب هنا اتصلوا بينا عشان الموضوع ده. ابدا ما فيش حاجه من دي ابدا، ولا طلبناش من حد يغادر ولا السفاره بعتت مسجز ولا اي ولا 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 الكلام ده كله.
ابدا هذا الكلام. دكتور رشيد احنا نفسنا نطمن كمان على الكويت، عارفين من يوم الاربعاء اللي فات في احداث ولا دي برضو اشاعات يا فندم؟ والله في طبعا الكويت فيها احداث، في شباب هناك ايضا عندهم مقالب معينه وفي، ولكن ان شاء الله يعني الحكومه مع مجلس الامه يحاولوا يحلوا مثل هذه الامور باذن الله تعالى ان شاء الله. طيب إن شاء الله. سياده سفير، لو حضرتك حبيت تبلغ رساله لكل المقيمين في القاهره وفي مصر عموما تقول لهم ايه؟ أنا الحقيقة أطمن الجميع أن إحنا الحمد لله يعني الجميع عايش في أمان وراحة، والطلاب يداوموا على دوامهم يعني كالعادة، وليس هناك أي أمور تنقص عليهم أبدا. إحنا دائما حقا ننصحهم أنهم يلتزموا بأماكن دراستهم، وفي خارج الدوام الحقيقة يلتزموا في مساكنهم أو الأماكن القريبة من مساكنهم، ولا لا يعني لا يذهبوا إلى أي مناطق يكون فيها نوع من يعني التجمعات او غيرها حتى لا يكون عليهم اي نوع من الضرر. بنشكر حضرتك يا فندم، وبنرحب بكل اخواتنا من اي حته في العالم. بنشكر حضرتك سياده السفير دكتور رشيد الحمد، ومعلش احنا اسفين ان احنا عطلناكي، بس كان لازم نعمل المداخله دي. انت دلوقتي حطيتي كله بقى خلاص، حطيتي الزيت مع الثوم وبعدين البصل وبعدين الجزر وبعدين الكرنب. اوكي، ياخد وقت قد ايه بقى؟ برضو فيش 5 ثواني يعني 30 ثانية بالكتير، بس يدبل يدبل بس كده بسيط. وبعدين تحطي الرز، هنحط الصويا صوص برضو والسويت صويا صوص والشطة والفلفل وبعدين الرز عليهم. اوكي احنا معاكي. خليني اشلك، خليني عايزين ناكد على مشاهدينا ان قناه الاول هيبقى بكره وبعده او يعني الانتخابات عموما هتبقى معاكم لحظه بلحظه من جميع المحافظات، تابعونا ان شاء الله. اوكي تمام كده. انت عايزه دي عشان تحطيها مع هحلق دلوقتي الحاجه كلها فيها. انت كده حطيتي سويت صوص اوكي حتى تلاقي الخضار كرانشي برضو ما يعني ما يعني يبقى لا هو مستي ودبلان قوي ولا هو مقرمش. حلو ده حلو ده، حتى الواحد يستمتع بطعمه. ولغايه دلوقتي احنا ما استعملناش ما حطيناش حطيتي فلفل الحراق والشطه؟ هحط كله عشان لا طبعا كفايه قوي عشان في ناس ما بيحبش الشطه. حد كده مش صحي بقى يا ريان بصراحه. لا بالعكس، انت عارفه ان الشطه بتجري دوره دمويه؟ هي طبعا ليها فوائد بس مش كتير يعني ما نبالغش، يعني مش بكميات يعني لان طبعا كل حاجه بتزيد على حدها. احنا قلنا في حلقات قبل كده في اول ستات ما فيش كذب، وقلنا هي مهمه قوي لشرايين القلب. بيبقى المنظر كده مظبوط، نحطه عشان نسخن كل الموجود. تتاكل سخنه يا ريم ولا ممكن تبرد وتتاكل ساقعه؟ ايه رايك نحط الرز؟ لا هي احلى تتاكل على يونت يعني فورا، الاكل كل ما يبقى دافي وبتاع بيمري في الجسم اكتر. طب ريم ايه رايك نحط الرز بالمره؟ يلا هنحطه بس هنا عشان نعمل البيض في الحله دي او في الطاسه دي. بيض؟ هو لسه في بيض؟ اه. طب اوكي هنحط الرز دلوقتي. اوكي احطه هنا؟ اه. وانت تعملي البيض. يلا صح كده؟ مظبوط. اوكي طبعا انا بساعدك. صح كده انا شغاله صح كده؟ اه قلبي بقى. حاضر بس بحاول ادمجه كله مع بعض. طبعا لكل مشاهدينا انتوا عارفين احنا لازم يبقى عندنا جزر. ها هو الطبق النهائي بعد ما هنقدمه، وطبعا البيض الاومليت هو عندنا البيض الاومليت جاهز خلاص، بس نعمل برضو طبعا ده لو في وقت واحنا بنسخن صح كده؟ مظبوط. ريحته حلوه قوي على فكره. انا عايز اسالك سؤال، ايه علاقه البيض الاومليت؟ سالتي انت مره يعني احنا لازم بناكله معاه؟ ما هي دي اكله لجميع الطبقات. طب ليه ما نحطوش هنا؟ الفقير والصايم والفاطر وكل حاجه. مدام ريان بنشكرك يعني، لان التتر نزل وعايزه اقول ان قعدت الحلقه ان شاء الله هتبقى 7 صباحا باذن الله، ونلتقي مع حضراتكم يوم الاربعاء عشان احنا بكره وبعده اجازه، لكن سي بي سي معاكم في كل لحظه في الانتخابات. نلقاكم على خير وحلقه جديده، والستات بيعرفوا يصوتوا. الستات يا مفيده بيعرفوا يصوتوا طبعا.